اهلا بكم. طول عمري بقول انه خلي بالكم قوي من مشاكل اللثة والفم. حتى على مستوى الطب البشري احنا عندنا سؤال مهم جدا، الفاليو اوف اورال اكزامينيشن او فائدة دراسة الفم عشان تعرف امراض البطنة من خلاله. لكن الحاجة التانية بقى انه مشاكل الفم واللثة بتعكس او بتنعكس على القلب والجسم كله والشرايين بشكل عنيف جدا. عدوا معي، اولا وجدوا علاقة وثيقة بين التهابات اللثة ووجود السكر. ده التهابات اللثة نفسها ممكن تحدث مشاكل خاصة لمريض السكر، مش نتيجة مرض السكر، لا هي نفسها ممكن تؤثر فيه. ليه؟ لانه وجدوا انه بعض المضادات اللي ضد اللي بتتكون اثناء الالتهاب اللثوي ممكن جدا تؤثر على البنكرياس فتزود السكر، فالسكر يعمل التهابات في اللثه والتهابات اللثه تزود السكر. امراض القلب نفس الكلام، المرض الخاص به الانسجه الداعمه للاسنان من اللثه والعظام وجدوا انه في التهاب بكتيري قد يؤدي الى مشاكل خاصه بالاوعيه الدمويه والصمامات الداخليه داخل القلب. في علاقه وثيقه بين التهابات الاسنان واللثه والحمل، لقوا انه كمان في علاقه وثيقه بين الالتهابات وحدوث الولاده المبكره. الحاجه المهمه جدا التهابات المفاصل، التهابات اللثه مرتبطه جدا بالتهابات المفاصل ومشاكل العمود الفقري، تخيلوا. اذا العنايه باللثه، العنايه بالاسنان هي الطريق الامثل للحفاظ على الجسم كله. ده كمان في حلقه بعد كده هكلمها لكم عن مشاكل الاسنان والصداع، نص مشاكل الصداع او نص اسباب الصداع بتبقى خاصه بالفم والاسنان. النهارده حوار مهم ومثير للغايه، وخصوصا انه بيدور حوالين الزراعه والحشوات، الحشوات التي ينبغي ان نفتح باب كبير جدا عنها اليوم، وخصوصا انه في شركات داخله في هذا المجال مش عالميه، في حشوات مش معتمده، في زراعات مش جيده موجوده في السوق المصري في فم المصريين. صحة المصريين وفم أسنانهم في اليوم في حلقة مثيرة للغاية مع ضيف العزيز الاسم الكبير والقيمة العلمية المتميزة والأداء العلمي ذات الطراز الرفيع الأستاذ الدكتور شادي علي حسين. حضرتك إما تاخد كل حاجة لما تعمل علاج جذور بالميكروسكوبي إما ما تاخدش. عصب ده لما يجيك ألم غير عادي، الأوبشنز اللي تضرهم أنا بمنعها من المركز عندي. انا اعرض على مريض عرض يدمر له اسنانه يبقى انا بضر، انا ما عملتش كده. الاستاذ الدكتور شادي علي حسين مدرس طب الاسنان بكليه طب اسنان جامعه عين شمس، دكتوراه علاج الجذور بجامعه عين شمس، ماجستير علاج الجذور جامعه عين شمس، زميل الكونغرس العالمي لزراعه الاسنان، عضو الجمعيه الامريكيه لعلاج الجذور، المدرب المعتمد من الجمعيه العالميه لطب الاسنان الرقميه. ضيفي العزيز الاستاذ دكتور شادي الحسين، اهلا بك دكتور شادي. اهلا بك دكتور. بمبدا ان انا جاي اهدي النفوس، ايوه جاي اقول لك بس بمنتهى الصراحه، السوق المصريه الان فيها حشوات غير مطابقه للمواصفات العالميه وزراعات غير مطابقه للمواصفات العالميه. مصر تزعل مني الناس؟ ما يزعلوا. مصر انت تزعل مني الناس ليه؟ ما يزعلوا، المخالف عندما يزعل هذا شيء يفرح. طيب الفكره في حاجه، الفكره ان احنا عندنا ستاندردز معينه في العلاج، عندي المفروض ان الزرعات بنطلب منها حاجات معينه في خامه الزرع، في سطح المعالجه السطحيه بتاعت الزرع، في ازاي الزرعه دي امتى هتتحمل. ده ما يهمش المريض، اللي يهم المريض ايه؟ يهم المريض ان انا النهارده لما احط زرعه نمره واحد ان هي تبقى يونيفرسال ستاندرد. يعني ايه يونيفرسال ستاندرد؟ يعني معترف بيها عالميا، لما يجي يحصل لي مشكله لا قدر الله، مسمار فك، عايز اغير طربوش، عايز اعمل حاجه، يبقى الزرعه دي اقدر ان انا اتعامل بيها في اي مكان. دي مواصفه مهمه جدا، ما ينفعش ابدا ان انا احط زرعه والزرعه دي مش معروفه جايه من تحت السلم، ويقول لك طب ما هي ماشيه اهي. تيجي مثلا تقول للدكتور يا دكتور هي الزرعه دي بكام؟ يقول لك ب 10 قروش. تروح لواحد تاني تقول له ب 5 قروش، هي بقت ايه؟ اكنك داخل سوبر ماركت.
فيقول لك طب خلاص دي احسن، الزرعه دي احسن، هروح للرخيصه. طب ما انت هتفضل طول عمرك متعذب بيها ان هي محطوطه جوه الفم وانت مش عارف انك لا تغيرها ولا تتعامل عليها، وجزء ديد بادي محطوط جوه جسمك مش هتستفيد منه. فمهم جدا ان انا وانا بنقي الدكتور اللي بيعمل الزرع ابقى واثق في الدكتور، دي نمره واحد. تاني حاجه ابقى عارف ايه النوع الزرعه اللي انا بتعامل بيها. احنا بقينا بنعمل حاجه يمكن في منتهى الغرابه الناس تستغربها جدا، انا جايب الباكس اللي فيه السيريال نمبر واللي فيه الجيرمن ميكنج، مثلا الزرعه دي معموله في المانيا، الكلام ده كله مديها للمريض بعد ما خلص العلاج، اقول له حضرتك ده الباكس بتاع الزرعه بتاعتك، بحيث ان انت العلبه اللي كان فيها الزرعه، العلبه اللي كان فيها الزرعه بتاعتك، بحيث ان انت تبقى عارف الزرعه دي نوعها ايه. الحاجه الثانيه اللي مهمه جدا، بس ما يرموش البوكس عشان ما حدش يلمه بعد كده يحط فيه زرعه. انت ضد انا جاي عند النفوس فعلا. الحاجه الثانيه المهمه قوي اللي تهم المريض جدا برضو هو زمن التحميل. يعني انا النهارده عايز احمل زرعه، في زرعات بتاخد وقت كبير جدا عشان تتحمل، مثلا من 4 لـ6 شهور. الزرعات الالمانيه الميدانتك اللي احنا بنستخدمها دي بتاخد لها مجرد 7 اسابيع، وبعد 7 اسابيع المريض يقدر يحملها بمنتهى السهوله. الحاجه الثانيه المهمه جدا برضو الخروج بتاع الزرعه من اللثه، يعني هل الزرعه دي هتخرج بشكل ان يبقى في التهابات لسة بعد كده محيطه بالزرعه، ولا مش هيبقى في التهابات لسة. نوع الزرعه بيفرق جدا يا دكتور ايمن في تغطيه اللسة للجزء العلوي بتاعها ده. يعني هي اهم حته في الزرعه هي الحته الكونكشن او الرابط ما بين التربوش وما بين اللسة. واحنا بنقول انه احنا نحو الاحدث، تمام، هل معنى اننا نحو الاحدث اننا نلغي وننكر الانواع القديمه نسبيا؟ ان القديمه هنا لا تعني منذ سنوات طويله، انا بعني منذ سنوات قصيره. لما نيجي مثلا نتكلم عن حشو العصب بالميكروسكوب، حشو العصب بالميكروسكوب، طب ما احنا مثلا في 2007 و2008 كنا بنشتغل من غير مايكروسكوب. لما بتجي لي الحالات يا دكتور ايمن بتاعت انا، ما كانش بتاع زمايلي، ما بعرفش في حد، لو ببص عليها بالميكروسكوب بلاقي بلاوي. انت ما كنتش شايف، انت كنت شايف السن قد كده، بقيت شايف السن قد كده. فانت التكبير، درجه التكبير دي بتفرق جدا في الديتيلز، بتفرق جدا. تعالى كنا اتكلمت كذا مره على موضوع ان لو انا عندي 2 بوينتس او مسافه ما بين نقطتين اقل من 1 مليمتر، العين المجرده مش هتقدر تشوفها. فدي ليميتيشن، مش عايزين نقول ليميتيشن، او حدود للرؤيه، كويس، ما تقدرش علاجيا ان انت تعالج بيها بالشكل الامثل بدون مايكروسكوب. يعني تيجي تشتغل حشو عصب بدون مايكروسكوب مش هتعرف تطلع نتائج كويسة. ممكن النتائج تبقى مقبولة والموضوع يعدي والمريض ما يبقاش عنده ألم، ممكن، بس نسبة قد إيه؟ نسبة إن أنت بالحظ مفيش قنوات فقدتها، مفيش أجزاء من العصب الموجود ما اتشالتش، مفيش حاجة حصل. فالمشاكل دي كلها أو الحاجات دي كلها، مش معنى إن إحنا بنقول إن التكنولوجيا حفلت حياة المريض، إنها زي مثلا لما حضرتك تتفرج على إعلان بي إم دبليو ولا إعلان مرسيدس ولا إعلان عربية، حاطط لك امكانيات. هو ما قالكش ان العربيات التانيه ما بتعملش، هو بيقول لك في امكانيات موجوده في بتاع. فدي مهمه قوي 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 ان احنا ما بنعيبش في زمايلنا، ما بنعيبش في حد، احنا بس مجرد بنعرض فكر، والفكر ده احنا بنلوم نفسنا قبل كده على التكنولوجيا ان احنا كنا بنستخدم قبل كده. احنا يعني بنقارن شايني وايت دلوقتي بشايني وايت من 2 او من 3 سنين، ولكن ما بنقارنش نفسنا بحد، احنا اوت اوف ذا تراك الحمد لله. واحنا بنتكلم الكلام العلمي دوت، هنسمع صوت جمهورنا، جمهورنا هيسال سؤال بديهي جدا، هل الزراعه بمفهومها الجمهوري بمفهوم الشعبي تعني ان احنا بنتكلم على تكنولوجيا، بنتكلم على وضع زرع، بنتكلم فين الجمال؟ هل الجمال ربما متجاهل في الزراعه؟ ده سؤال يعني مهم قوي، لكن خلينا نروح لهذا المعنى المهم على لسان جمهوري ونستمع لهذا السؤال. طب هو ايه الافضل، تركيب الاسنان ولا سرعتها؟ ضيفنا سؤاله سؤال بسيط جدا، سؤال مباشر خالص، سؤال ممكن حد يسأله بس ما تحسش انه انفولفد في الموضوع، يعني مش عنده المشكلة، لكن انا هوريكم ان نشوف حالة فيها المشكلة. طيب. فيها المشكلة حقيقة. تمام. حالة صورة من صور شايني واي. تمام. نشوف مع بعض الحالة الأولى، الحالة الأولى حالة فيها مشاكل عديدة، اوصف لنا بقى المشاكل. طيب، هو الحالة هنا كان فيها كذا مشكلة، المشكلة الأولانية أنا عندي في تسوس ما بين الأسنان وبعضيها، كويس؟ القواطع الأمامية عندي في تسوس يمكن واصل للعصب، والناب كذلك،
عندنا دايما التسوس لما بيبقى قريب جدا من اللثه كده بيبقى دايما في التهابات موجوده في اللثه. كويس. عندي في سنه منهم اللي هي السنه القاطع الصغير ده اللي ما بين القاطع والناب. السنه نفسها فيها مشكله ان هي اصبحت تسوس والتاكل بتاعها انا هنا شايفها كويسه، بس لما نشوف الاشعه المقطعيه بص تلاقي ان السنه اصبح ما فيش تقريبا فيها فاضل من ماده السنه حاجه، لو جيت تعمل فيها حشو عصب او جيت تعمل فيها تركيبات تتكسر. مهم قوي يا دكتور ايمن في ثلاث عناصر مع بعض مهمين جدا عشان توصل لخطه علاجيه سليمه. اول عنصر اللي هو التكنولوجيا. كويس. ان احنا يبقى عندنا الاشعه المقطعيه ثلاثيه الابعاد ابتدي اقدر اشوف ايه اللي انا يعني انا هنا شايف شكل مش عارف السنان دي وصل العصب ولا لا، مانيش عارف هل السنان دي فيها مشكله في الجدر ولا لا، هل في خراج تحت السنه ولا لا، هل في مشكله في العظم ولا لا، هل في تاكل في العظم تحت اللثه ولا لا. الكلام ده كله دي داتا بناخدها من الاشعه المقطعيه ثلاثيه الابعاد. العنصر الثاني اللي مهم جدا هو عنصر الخبره. كويس. الخبره ان انت النهارده لما عملنا كذا كتر الشغل الحمد لله اللي اشتغلناه واللي شفناه، لما عملنا عملت القاطع الصغير ده بالشكل ده بالمضمون ده هيجي لك المريض بعد 5-6 شهور مقطوم بيه وبكل اللي انت عملته نازل. فعنصر الخبره هو عنصر مهم جدا. العنصر الثالث هو عنصر فريق العمل. ان انا يبقى معايا فريق عمل بيعمل كونسلت على الحاله يبتدي كل واحد يبص للبوكس او للصندوق من وجهه نظر، واحد بص عليه من فوق، واحد بص عليه من هنا، واحد بص عليه من هنا، يجي بتاع اللثه يبص عليه من وجهه نظر يقول لك لا انا النهارده لما هعمل علاج لثه علاج اللثه هياخد مني وقت قد كذا واللثه دي هتكش بنسبه 2 مللي. يجي يسمع منه الكلام ده بتاع التركيبات يقول لك لا يبقى انا النهارده هشتغل مؤقت وبعدين اشتغل دايم، عشان لو اشتغلت دايم الاول يبقى انا التركيبه دي هتكشف الحافه بتاعتها لما بتاع اللثه يشتغل. يجي بتاع حشو العصب يسمع الكلام ده طب لا يبقى انا هقول لك على حاجه، انا لما هعمل حشو العصب ده هيبتدي يبقى فيه وجع مع العض لمده 3 4 ايام، فبالتالي انا هخلي السنه دي لما تيجي تعض بره ما تخليش تلمس وهي بتعض. كل واحد بيعمل ان هو بيقول الحدود والمميزات بتاعه شغله بحيث ان في النهايه اقوم جاي انا قايل لهم طب بصوا بقى انت هتشتغل الاول بعديها هتشتغل بتاع مثلا اقول بتاع حشو العصب ابتدي انت الاول، بتاع التركيبات لو سمحت خليه للسنه دي ما بتعضش، بتاع اللثه ابتدي لي في علاج اللثه دلوقتي، بعد شويه ابتدى في المرحله الاولى من علاج اللثه اقول له طب لو سمحت اعمل لي بقى التركيبات بس اعملها لي بشكل مؤقت عشان اللثه لسه هتكش، بعد ما يخلص المؤقت طب تمام ابتدي نعلم المريض ازاي يغسل سنانه وازاي يعتني باللثه بتاعته لحد ما يخلص الورم اللي في اللثه وبعدين نبتدي نعمل له التركيبات الدايمه. الحاله دي تم فيها حشو عصب في 2 قواطع والناب، تم فيها خلع للقاطع الصغير وزراعه السنه مكانه ووضع مؤقت عليها، تم فيها علاج للثه وتشكيل اعاده تشكيل اللثه بالليزر، وفي الاخر تم وضع النهائي بالمنظر اللي احنا شايفينه. حضرتك في النهايه عشان توصل للنتيجه دي انك تشوف اسنان متناسقه، تشوف اسنان كلها شكلها حلو، تشوف الاسنان ما عنديش حاجه باينه انها زرعه وحاجه باينه انها تركيبه، بس لكل مقام مقال. يعني انا دلوقتي النهارده عندي سنان قررنا ان احنا نعملها تركيبات، سنان قررنا ان احنا نعملها زراعه وتركيبات، في سنان عملنا قررنا ان احنا ما نعملش الحشو العصب في ساعتها، لا نستنى شويه يمكن تلاحظ هنا كان لسه ملزوق في ساعتها فبيبقى في المار الخط اللي لونه احمر ده اللي حوالين اللثه. كويس. ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان احنا بيبقى دوبك الحاجه لسه معموله. فتناغم التخصصات مع بعضها عشان توصل للنتيجه دي مع الخبره في التعامل مع عديد من الحالات في بالمنظر ده ونقدر نعرف ايه هيوصلنا فين رغم اصرار المريض احيانا على حاجه واحيانا بطوعه واقول له الليميتيشنز او المشاكل اللي ممكن تقابله من الطلب اللي هو طالبه لما تكون مش ضد مصلحته تبقى بس ممكن هتطول فتره علاجه بس هو طالب طلب معين فبعمله له، واحيانا برفض تماما بقول له لا حضرتك دي هتضرك مش هينفع اعملها. انا عايزك تشرح لي في عندما يكون هناك شكل من اشكال فقدان السنان في الفم كامله بهذا الشكل. انا عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه قوي. التقبل الشخص او المريض للعلاج بتاعه مراحل. يعني ايه؟ يعني هو ما عندوش سنان مجرد ما حضرتك تركب له اي حاجه زي ما انت بتقول هيبقى مبسوط، بس بعد شويه لما هيقعد شويه ويتعود انه عنده اسنان هيبتدي يكتشف المشاكل اللي موجوده في الاسنان ويبتدي يرجع لك تاني يقول لك لا انا عندي مشكله وهكذا، انا عندي مشكله نمره 1، انا عندي مشكله نمره 2، انا عندي مشكله نمره 3. وده اللي بيقابل الاوجه المختلفه للتخصصات. يعني بتاع التركيبات لازم يتناغم مع بتاع الزراعه بتاع الجراحه
ما لازم يتناغم مع بتاع علاج اللثه، لازم يتناغم مع الديزاينر اللي قاعد على الكمبيوتر بيعمل الديزاين بتاع التركيبات. فلو النهارده فرضا المريض ما اتخذلوش بروفايل مثلا صوره بشكل معين علشان خاطر نقدر نعمل تصميم الابتسامه، في النهايه هيطلع الابتسامه مش متناسقه مع شكل وشه الزو، او على الرغم من ان انت عندك في التركيبات محطوطه على الذراعات بشكل كويس، الذراعات ممكن تكون مزروعه بشكل كويس، بس الاخر المريض لما بيبتسم مش مبسوط. فدي في النهايه هي مربط الفرس، او هي دي الحاجه المهمه، ان انا النهارده انا لازم يبقى عندي حاجه وظيفيه انا اعرف اكل عليها، وشكلا وابتسامه لازم تبان اهم حاجه فيها وتحط تحتها مليون خط طبيعي. مش فكره بقى حلوه بس طبيعي، مش حلوه وشكلها ارتفيشال. لو حضرتك النهارده السنان طلع الطول بتاعها مش مناسب، هيبتدي المريض يحس ان هو عنده ضب. لو طلعت لبره سنه هيبتدي المريض يحس ان هو شكله ارتفيشال. لو دخلت لجوه سنه هيحس ان هو وشه مطبق. فالكلام ده كله تاني تكنولوجيا، كمبيوتر يعمل لنا ديزاين وتركيبات ويقول لنا شكل الوش هيبقى عامل ازاي، خبره ان انا لو عملت دي من الماده الخام دي بالنوع ده بتطلع حلوه، ولما عملت دي بالماده الخام دي بالنوع ده بتطلع وحشه. ثالث حاجه فريق عمل، ده هيقول لده انا هعمل كذا، وده هيقول لده انا هعمل كذا، ويتناغموا بحيث ان الوانتو في النهايه تبقى مظبوطه. بتاع الكمبيوتر يعمل لي ديزاين، يجي بص حضرتك على اللي فوق ده، اللي فوق ده مؤقت. طبعا المريض ده كان بيدخن 3000 سجاير في اليوم، كويس، فطبعا ايه حطيت له مؤقت لمده اسبوعين بالمنظر ده. كويس، فده منظر المؤقت، برضو المؤقت معمول، المؤقت بيتعمل مباشره بعد الزرعات. في احيانا في ميزه الزرعات الميدانتيكيه ايه، ان انا اولا اقدر احمل في اي وضع ان شاء الله، يعني طالما عندي عظم في خلال 7 اسابيع. طيب في حالات بقدر ان انا احمل في ساعتها كمان، كويس، تقدر تحمل في ساعتها امتى؟ لو عندك الكفاءه بتاعت العظم عاليه، ولو انت زارع مثلا 8 زرعات، كويس، تقدر ان انت تحمل في ساعتها. تبتدي ان احنا نعمل الديزاين، نعمل له مؤقت ونحمله له في خلال 5 ايام من تاريخ الزراعه، يروح بيتهم بسنان، يجي لنا تاني بعد 7 اسابيع او اكتر لو هو مش من مصر، وبنقوم عاملين الديزاين ونقوم عاملين التركيب. بص بقى دكتور ايمن، اللثه بننقلها لون، لازم يكون متناغم مع لون اللثه الطبيعيه. الاسنان بتنقلها لون، تكون قريبه من لون البياض بتاع العين. شكل السنان بيبقى موجود من مكتبه رقميه معينه تتناغم مع شكل الوش. يعني لو وشه مطول هتبقى الاسنان طويله، لو ميل او ولد هتبقى الاسنان المارجنز بتاعتها او الانجلز بتاعتها او الحواف بتاعتها شارب ومدببه، لو واحده ست بتلاقي الزوايا بتاعت الاسنان دائريه. كل ده لو لون البشره عامل ازاي بتبقى الاسنان عامله ازاي. طبعا ايه، في ناس بتتخيل ان لما يبقى كل ما لون البشره بيغمق الاسنان بتفتح، لا، هي الاسنان بتغمق برضو، بس بتبقى ريلاتيفلي او بالعلاقه بتبقى لونها. فهي بتبقى في حاجات انا بنصح المريض دايما اقول له اختار اللون ده او اختار اللون ده علشان خاطر نحسنه بتاعه. لكن خلينا نقول انه الطرح العلمي لاي شيء حديث ليس معناه انتقاد القديم، احنا لا ننتقد قديم، لكن احنا بنطرح الحديث لانه ده من واجباتنا، يعني من اساسيات صناعة الاعلام ان تتحدث عن الموست ريسنت دايما. ده حاجة تانية، انه الشعب المصري ينبغي ان يستوعب جيدا انه الاسنان من اهم الاشياء والاعضاء في الجسم، والعناية بهم يقيق من مشاكل عديدة جدا جدا. والغريب انك انت هتصلحهم يعني انت تؤجل ما هو محتوم، يعني محتوم انك هتروح لدكتور سنان مش حاجه النهارده هتروح بكره، بس في ناس عماله تاجل. ايوه بالظبط، ارجوك. وبرضه بتك قوي على معنى مهم جدا، كتير قوي من الناس بتصرف فلوس في حاجات كتير قوي، تيجي عند سنانها وتستخسر في نفسها. لا، سنانك مهمه جدا. انا بستغرب وبشوف ناس المفروض انها عامله وسويه وبتاع ونجوم وسوبر ستارز، وتيجي تشوف السنه واو سنه بايظه. دي حقيقه مش حلو. تنورتنا دكتور ايمن. ضيف العزيز الاستاذ الدكتور شادي علي حسين كان ضيفي في الدكتور. خليكم دايما مع الدكتور. Cause you had a bad day, you didn't want to come back down.
طبعا في وقعات كوميديه وفي وقعات ماساويه، في وقعات تخوف وفي وقعات تضحك، هنقول ايه؟ بس الانسان يعني هقول لكم انه ساعات الحظ بيلعب دور، يعني الوقعه دي بتبقى قدر في بعض الاحيان، ما هو يعني مثلا هي بتنط مش متخيله ان هي هتنزل كده بالشكل ده الكوميدي ده. الوقعات ساعات بتبقى من محترفين، يعني ممكن جدا محترفه بتلعب كومباس دي محترفه خلاص وتنزل نازله زي اللي احنا شفناها دي. وفي طبعا وقعات العنق بالذات بتخوفني انا، بتقشعرني يعني، لان الرقبه ممكن وقع فيها رغم تبان بسيطه لكن ممكن تعمل شلل رباعي، كارثه يعني، او تعمل شد جامد جدا في العضلات. الجسم يا جماعه البشري مش قوي، جسم البشري ضعيف وده لازم نراعيه. جسم البشري يعني الناس اللي بتتقوى على نفسها، لا ده انت كلك مبني على شويه عظم مرصوصين منفصلين على فقرات على غضاريف، والعضلات سهل جدا يحصل فيها تمزقات، سهل جدا. العضله يا جماعه مش نسيج، يعني انت ما بتلعبش على حديد ولا بتلعب على نسيج مكون عظيم الشأن، لا العضله قويه وكل حاجه لكن ممكن في لحظه يحصل فيها تير. في حاجه اسمها طبعا شوف بص كل الجسم ده على العمود الفقري ده الرفيع ده، كل الحركات دي والعمود الفقري سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى خلقه بشكل فيه انحناءات عجيبه جدا جدا. فيعني خلي بالكم، انا بقول لكم دايما في التشريح بوريكم التشريح عشان تعرف وخلق الانسان ضعيفا، فعلا فعلا الانسان ضعيف، ضعيف يا جماعه مش ما فيهاش كلام. وهنعرف النهارده اكتر ازاي نحافظ على نفسنا وازاي نمشي الطريق الصح في الشفاء. حلقه مثيره ومهمه جدا وحوار سيكون ممتعا للغايه مع ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم الكبير في هذا المجال، هو طبعا استاذنا الاستاذ دكتور ايمن عنب، استاذ جراحات العمود الفقري وجراحات المخ والاعصاب وبكليه الطب قصر عيني جامعه القاهره وصاحب دبلومه علاج الالم باصلاح فسيولوجيا الجسم. سايتوكين والكولاجين سبب المشاكل الكبيره اللي بتحصل في كل جسمنا. الألم يخدع؟ يخدع. يخدع مين؟ يخدع الدكتور ويخدع المريض نفسه. كل اللي عندهم وجع في ظهرهم معظمهم معاهم دوادي. يعني ايه بقى العقد العضليه؟ هل هي انتشرت ولا هي موجوده واحنا ما كناش عارفينها؟ هي عقد ومعقده في علاجها. عرق النسا الكاذب اللي انهي متى هيكون فخ للمريض وفخ للطبيب؟ كلنا بنعمل جراحه بس اختيار المريض المناسب للعلاج المناسب. الأستاذ الدكتور أيمن عنب، أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية طب جامعة القاهرة، حاصل على دبلومة علاج الألم بتنظيم فسيولوجية الجسم ميلانو إيطاليا، زميل الجمعية العالمية لجراحات مناظير العمود الفقري فرنسا. أهلا بك. أهلا بك. الحقيقة عنوان مهم النهاردة أنت اخترته، بحقيقة عجبني قوي هذا العنوان. دكتور أيمن حط عنوان للحلقة النهاردة اسمه إعادة إطلاق قطار الشفاء مع البي ار بي. حاجه مبدعه جدا. وانا طبعا ما هو قطار الشفاء؟ يعني ايه كلمه القطار؟ يعني عربيات وبتمشي ورا بعضها. صح. الاول بس هحب اقول ان الحلقه دي تعتبر من اهم الحلقات في خلال السنه اللي انا كنت معاك فيها في البرنامج. هنتكلم فيها على حاجات ما كلمناش قبل كده، هنلخص خبره السنه دي بكلمات بسيطه قوي ليها مدلولات كبيرة جدا. الجسم فيه زي ما انت شفت الإصابات اللي حصلت في الفيديو، أول ما بيحصل إصابة الجسم بيطلع إنذار اسمه التصليح. كويس، عشان التصليح يطلع في قطر بيطلع سلاسل ورا بعض، عربيات ورا بعض، مراحل ورا بعض. الطلقة الأولى بتكون مع خروج مادة اسمها السيتوكين، دي الإشارات تعالوا المنطقة دي اديني قطر في المنطقة دي عشان يصلح لي. يبدأ يحصل حاجة اسمها التهاب انفلاميشن، تبدأ الخلايا تخش، يحصل بروليفريشن، تبدأ تفرز مواد اسمها الكولاجين، تبدأ ترمم الإصابات، تبدأ تلحم العضلات، تبدأ بعد كده الأنسجة اللي اتكونت تاخد دورة دموية كاملة، الدورة الدموية كاملة تتحول لأنسجة جديدة، الأنسجة الجديدة تتظبط حاجة اسمها ريمودلينج على المكان المصاب. ريمودلينج يعني اعاده التكوين او التشكيل. بالظبط زي ما انت شايف اهو، ده القطار ماشي اهو، يبدا المنطقه اللي اتقطعت، المنطقه اللي اتمزقت، المنطقه اللي اتجزعت تبدا تترمم بنفس الانسجه عن طريق افراز ماده الكولاجين، وبعد كده الدوره الدمويه تديها انسجه جديده بقى عشان تعيش معاك على طول. اوكي، وتملى الفراغ وترجع تاني كويس في خلال وقت قصير، عدة أسابيع، وتكتمل عملية البناء خلال تقريبا سنة. ترجع الأنسجة كويسة جدا.
ساعات بيحصل خلل يوقف القطر ده بقى. واذا حصل خلل اثناء عمليه التصليح زي ده البروكولاجين، شايف الفايبر بلاست بتفرز كولاجين، كولاجين ده هو اللي بيبني الانسجه في جسمنا كله، ده غير الكورتيزون طبعا، في فرق بين الكلمتين كبير يعني. كولاجين ده بروتين، الكورتيزون ده هرمون. ده الكولاجين اللي احنا عندنا 4-6% من وزننا كولاجين، ده اللي بيبني العضلات والاربطه والغضاريف والاوتار والجلد كمان. دي حاجة. تاني حاجة زي ما اتفقنا لو حصل ايرور يعني خلل اثناء التصليح نتيجة مشاكل كيماوية حصلت، نتيجة ضعف في عملية البناء، سن العيان، مشكلة في الهرمونات، كل ده بيبدأ يوقف اقدار التصليح، مش هيرجع تاني. مشكلته انه مش هيرجع تاني، هتفضل قاعد في المحطة مستنيه طول عمرك، وهتقعد بالإصابة طول عمرك. مفيش سكيب يعني، مفيش هروب من نقطة لنقطة تانية، لازم يمشي حاجة ورا حاجة، لازم يمشي حاجة ورا حاجة. ومعظم الإصابات بتعدي كويس. لو كانت إصابة عنيفة نتيجة حادثة، حاجات هتخف وحاجات هتفضل وهتفضل عايش بيها. عشان كده العيان بيجي بقاله 10 و15 سنة تعبان، يقول لي أنا ما قصرتش، رحت للدكاترة كلهم، خدت العلاج من أول ما تعبت، بس مفيش حاجة جابت نتيجة، لأن عدى القطر وما رجعش. معظم الحاجات اللي بتوقف القطر ده المسكن. أي مسكن في بداية الإصابة بيمنع عملية التصليح، أو الكورتيزون، دول أسوأ حاجتين تبدأ بيهم مع الإصابة. دي حاجة. تاني حاجة البي آر بي بيدي لك قطر جديد بفرصة جديدة انك تخف، بأمل جديد انك تخف. لأن زي ما اتفقنا إذا عدى القطر مش راجع تاني، وهتفضل طول عمرك مستني يجي ومش هيجي. فالحل ان احنا نعيد تاني عملية التصليح من الأول زي ما الجسم بيعملها لنفسه. فلازم تبدأ تحط له محفزات بناء علشان يبدأ يعمل قطر جديد. دي خلاصة كده فكرة الصفائح الدموية، حقن الصفائح الدموية الغنية بالبلازما. طيب لو قلنا ان انا عندي حالتين انت عالجتهم الحالتين، حالة او يعني حالتين انت شفتهم، يعني واحدة اكيد عالجتها في والحالة الاولى تم علاج الاثنين بيعانوا من انزلاق غضروفي، واحدة انت عالجتها باستخدام العلاج التحفظي بالبي ار بي، والتانية تم التدخل فيها الجراحية، تم التدخل فيها الاسلوب الجراحي باصلاح جراحي. صحيح. الحالتين دول ايه الفرق بينهم؟ ايه اللي حاصل في الاثنين؟ صح. يعني لو قارنا تاريخ علاجي للاثنين، انا بتكلم مش بقى ايه الفرق بينهم بس في النتيجه، لا ده انا عايز اشوف ايه اللي جوه بالظبط. الديسيجن ان احنا مين هيعمل عمل قرار، مين هناخده في العمليات ومين هابدا مع العلاج، مع ان الاثنين عندهم غضروف ونفس المنظر في نفس المستوى تقريبا، على حسب يكونوا قرايب. لا مختلفين. ايوه انا عارف، انا بتكلم على ساعات انا بتكلم عموما في العموم، ونحن بنتكلم على حالتين فعلا نتكلم عليها. صحيح. انا شفت ناس كتيره يعني ممكن الوالده وبنتها، ممكن الاب وابنه، او اثنين اخوات، وفي واحد واصل لعمليه واحد لا. على حسب اعراض العيان، على حسب العصب قد ايه مستحمل. تاني احنا مش مقياسنا الاشعه خالص، وده ده ده كلام لكل مريض، احنا مش مقياسنا الاشعه، احنا ما بنقارنش بأشعة ولا بنعالج بأشعة، يعني ما ينفعش تاني برضو ارفع الأشعة واقول العيان ده محتاج عملية ولا لا. دي حالتين. الحالة الأولى اللي هي على الشمال، دي عندها انزلاق غضروفي كبير قوي، شايفه اللي هو خارج بره القناة العصبية، اللي هي على يمين اللي قاعد على الشاشة، اللي على شماله، اللي على شمال اللي قاعد على الشاشة، واللي على يمينه دي حالة تانية. عندها ده برضو انزلاق غضروفي خارج من مكانه. الحالتين عندهم تقريبا غضروف شبه بعض. وفي مقطع بعديها هيبينها قوي قريب قد ايه من العصب. الحالة اللي على اليمين دي حالة عندها غضروف اكبر من الحالة على الشمال، شايفه؟ يعني حتى السودة دي كبيرة قوي خارجة دايس على العصب اليمين. واللي على الشمال ده غضروف حجمه اقل شوية، صغير اهو، داس على العصب اليمين برضه. من اللي هو اللي عليه العلامة الحمراء يا جماعة، باين الاسهم. اوكي. اللي على الشمال ده مشكلته ان في نقط كده انا حطيتها بالابيض، ده المفصل. مفصل اللي واخد العصب الابيض بين الغضروف وبين المفصل. تمام. شايفه؟ تمام. فالعصب مزنوق، كان زنقه عنيفه جدا، وجوه العمليات شفت انا الاعراض دي حاجه فظيعه. الست يعني ما بتعرفش تنام بالليل، ما بتعرفش تقعد. التاني هرب من الضغط لان عنده القناه العصبيه اوسع شويه، فبعد شويه عن الغضروف. فالعيان كويس جدا وهايل جدا، مع ان لو هتشوف الاثنين هتعمل الاثنين عمليات وانت مغمض، وخصوصا اللي خف لوحده ده
مغري اكتر لانه غضروفه كبير. احنا ملناش علاقه بالاشعه تاني، لينا علاقه بحاجتين، اعراض المريض ايه، وخصوصا اثناء المشي. اما بتختار عيان يعمل عمليه، ده عيان بيخف 100% بعد العمليه. اما تختار عيان ملوش عمليه وتعمله، ده عيان عمره ما هيخف وهيقعد يعمل عمليه ورا الثانيه وهيعيش في معاناه طول عمره. القرار ده ممكن يغير حياه بني ادم، ممكن ينجيه وممكن يغرقه. فلازم تاخد بالك جدا كدكتور قبل ما تاخد القرار ده. لو حد بيكتب ورانا دلوقتي هتقول له ايه مقاييس التدخل الجراحي في مثل هذه الحالات؟ مقاييس اول حاجه فشل العلاج التحفظي فتره طويله. تاني حاجه عدم القدره على المشي مسافه ربع ساعه نص ساعه. يقعد في الطريق كذا مره خلاص العصب بيعاني. تالت حاجه طبعا الحاله الاسوأ، ضمور في عضلات الرجل وسقوط في مشط الرجل. خلاص مشط الرجل عامل كده بيمشي يرفعه هو ماشي، الشبشب بيقع منه. رابع حاجه والاسوأ بقى تماما عدم تحكم في البول. بس دي السيدات يخلوا بالهم منها، لان دي ساعات ليها جزء في امراض النساء، مش من العمود الفقري بس. يعني دايما في دكاتره بترعب العيان تقول له بول هيسبقك، تلحق تعمل عمليه خلال 48 ساعه والا انت عارف هيحصل لك ايه. لا كل ده غلط. هي بتمشي بالتدريج. مفيش عيان عمره البول هيسبقه بيمشي كويس خالص. مفيش عيان ما عندوش غضروف في الاشعه والبول بيسبقه يبقى اكيد عنده مشكله ثانيه في المسالك. كلام واضح. لازم يبقى في ترجمه في الاشعه، ترجمه على المريض اعراضه، وترجمه مع الكشف. دول كلهم لازم مع بعض، لازم مصلحه المريض في قراري. اوكي، ما ينفعش ناخد قرار عشوائي علشان في الاشعه غضروف. يا ما شفت غضاريف وحوريك دلوقتي اختفت لوحدها، جسم كلها لوحده. هو ده السؤال، هل ممكن غضروف يوشى بدون علاج؟ كتير شفتها كتير. والله قلت العيانين قالوا لي احنا سالنا الدكاتره قالوا لي الكلام ده مش موجود. فصورت بقى عيان جالي اشعته واستاذنته طبعا وشايل انا اسمه وهنعرضها. اوكي، دي 2013 اللي على الشمال شايف الغضروف باين اللي انا معلمه بالله. طبعا باين جدا، اللي هي الاسود اللي بارز باظظ اهو بالظبط. 2015 على اليمين راح فين الغضروف؟ مفيش غضروف، اكنه عمل عمليه. وده انا ما جيتش جنبه ولا عالجته، انا شفته بعد ما خف. على فكره ده خف لوحده؟ ده خف لوحده. طب ازاي؟ الجسم فيه خلايا اسمها ماكروفاج بتاكل اي حاجه مش في مكانها. في ذاكره في كل خليه عارفه ايه اللي حواليها، والغريب بتاكله بترجعه مكانه تاني في خلال الوقت. هو الغضروف ده زي ما انت شايف بعيد، ده سنترال يعني في النص، لا يمين ولا شمال. ما جاش قوي جنب العصب فعدى شويه العيان، يعني ما كانش عنده اعراض جامده وصبر. عاد تاني الاشعاعات بعد فتره ما لقاهوش. في مقطع تاني هنشوفه يعني باين جدا انه اختفى. شايف اللي على اليمين؟ الانفجار الغضروف في القناه العصبيه. كويس قوي. ده خمسه اولى عجزيه. اللي على اليمين ده اللي على الشمال كان. اللي على اليمين اختفى. واقف على حدوده. الحته اللي جوه القناه العصبيه الجسم اتخلص منها. الجسم اتخلص منها. طب ايه اللي سؤال بديهي بقى، دي مش اول حاله بقى نشوف حالات كتير. دي حالات مثلا سمير وشهير. خلينا في الاسماء الشهير. فلنفرض ان ده سمير الذي تعامل الجسم فيسيولوجيا رائعه وتخلص من الغضروف اللي هو تمام. ايه اللي يخلي شهير عنده نفس حاله سمير بس ما يشفاش؟ بالعكس الحاله تسوء. تاني برضو لو وضع الغضروف مع العصب، بص احنا معظم المصريين عندهم ضيق قوي في القناه العصبيه. قليل من اللي ربنا كرمه وعنده القناه العصبيه واسعه، فمهما الغضروف ينزل عنده مساحه يبعد عنه العصب، فده عين بيستحمل وماشي كويس. اللي عنده القناه العصبيه على القد، اول ما ينزل حته غضروف صغيره مع المفصل من ورا زي ما شفنا بياخده زي السندوتش، بياخده العصب في النص. بيفحص العصب، يبقى العصب يعاني ويصوت ويصرخ. يعني ده اللي يعمل عمليه. انا كل عينين اللي بيخشوا مستشفى بيعملوا عمليات ما بيعرفوش يناموا على ترابيزه التخدير من كتر الالم. بنبنجهم بعدين نايمهم. يعني ده الحالات اللي بشتغل عليها عمليات. ده وضع العيان صويت مش عارف يمشي، رجله وجعاه جدا، وده بيخرج يعني بعد العمليه في منتهى السعاده. ده اللي يعمل عمليه. مش اي حد معدي يقول لك انا بلعب كوره والدكتور قال لي كده كده عندك غضروف هتعمل عمليه، طب ما تعملها دلوقتي يا اخي وروح اعمل له العمليه. بتدخله في نفق مظلم كمان، وفي حاجه اسمها هتعملها ما تعملها دلوقتي. طب ما بتبان الاعراض نبقى نعملها يعني، يمكن ما تجيش طول عمرك. لا وبعدين غير كده، ما هو ممكن هو وهو بيتعمل بقى عمليه الواحد مش محتاج عمليه، نعمل احنا بقى مشكله مضاعفات بقى. مضاعفات خد عندك بقى من تليف وارتجاع غضروف تاني وعدم ثبات فقرات والتهاب
حاجات كتير قوي ممكن تحصل، حاجه اسمها ديسكايتس، التهاب في الغضروف نفسه. ليه انا اعرضه للمشاكل دي بدون لازمه؟ وده العيان اللي بيجي غريب يناقشني، بقول له يا ابني مالكش عمليه والغضروف اللي موجود ماله، خليه موجود، ما هو مش عامل لك مشكله. حلو قوي الكلام ده، حاجه غريبه. لا ما احنا هنا، احنا الحلقه دي مهمه جدا ومثيره وفيها حوار يعني قوي جدا وعلى مستوى عالي جدا، فخلينا انتقل لموضوع تاني كمان مهم. يعني ايه متلازمه التليف العضلي؟ ايه ده؟ اصل انت قلت دلوقتي من ضمن الاعراض هاي. انا بشوف ناس كتير عندها متلازمه التليف العضلي، فايبرومالجيا. وانا اول يعني واحد بيبقى شخصهم وبعدين بقى سمع عندك غضروف، ليك عمليه، عندك خشونه، ما عندكش حاجه. انا خدت منك معلومات الفايبرومالجيا، بقيت اشخصها. دي حقيقي. بقيت انا بقيت انا خدت بالي انها حالات كتير وكله تقول له هيستوري، يقول لك انا بقى لي 10 15 سنه تعبان وايه، وعد على يعني كل التخصصات وسمع كل التشخيصات. التلاف العضلي ده مشكله نقص ماده الكولاجين في العضلات، فبتبدا تعمل متلازمه معاها قولون عصبي، معاها الام في العضلات والمفاصل فوق ال 18 نقطه الم زي ما احنا شايفين دول، يعني دول لازم يبقوا موجودين فما فوق. بعد كده بيبدا يخش بقى في مشكله كمان في الجهاز العصبي المركزي، عنده اكتئاب، عنده عصبيه، قله نوم، دوخه، صداع مزمن، فكل ده بيبدا مع الام مزمنه، جرب كل المسكنات. بيخش بقى في الدائره المغلقه دي، من الم يعمل شد عضلي، يعمل اجهاد طول اليوم، يبدا يقلل نشاطه، نايم في السرير على طول، يبدا عنده خمول، مش عارف يطلع من السرير، ياخد ساعتين عشان يقوم. يخش في اكتئاب لانه وظايفه كلها الحياتيه واقفه، تبدا العضله تخش في تشنجات، تبدا الالم تزيد لان ماده السيتوكين بتطلع من الاكتئاب من المخ بسبب الالم ومن العضلات الملتهبه، فبتعمل الام في مناطق تانية وثالثه ورابعه وتنتشر والنار تولع. زي ما احنا شايفين دي الصوره اللي على الشمال، دي فيها التلاف العضلي نقص ماده الكولاجين، تلاقيها فاتحه شويه. اللي على اليمين غامقه لان الكولاجين مكثف فيها فمديها قوه، تبقى عامله زي السجاده الضعيفه اللي ممكن تتقطع بسهوله في التلاف العضلي. فالتلاف العضلي ليه مناطق الم كتيره قوي، بتلخبط بقى كل الامراض. يجي له وجع في رقبته يقول لك ده غضروف، يجي له وجع في ظهره يقول لك ده غضروف، يجي له وجع في رجله يقول لك ده عرق النسا، يقول لك ده عرق النسا بالظبط. يتشخص انه روماتويد ويطلع نيجاتيف سلبي ويبدا ياخد علاج الروماتويد، يبدا يتشخص انه مريض اكتئاب ويبدا ياخد مضادات الاكتئاب، يبدا يتشخص انه سكيزوفرينيا بالظبط، وفي بيعمل عمليات لو لقى غضروف صغير يقول لك ما نشيله ونخلص. يبدا يجي له تنميل في ايديه يقول لك ده خانقه عصب، يعمل عمليات وما يخفش. هكذا بقى، يعني تقعد الامراض تزيد تزيد وتعدي بعض وهو مش عارف عنده ايه. وعلى فكره انترناشونال، يعني بيجي لي ناس من دول كتيره من بره، كندا وفرنسا والمانيا ودول العربيه جيراننا وهولندا، جالي كذا واحد كلهم تلاف عضلي بتشخصوا بصعوبه بره، مرض مش متعرف عليه قوي، كلهم بياخدوا علاج للاكتئاب وترامادول في الاخر، مسكن امن على فكره ترامادول، مش زي ما احنا فاكرين يعني، بس اتاخد للي محتاجه، للي محتاجه مش كمسكن، كمسكن امن. هو ترامادول ده دواء غريب، لو اتاخد في حاله وجود الم وحاله فعلا التهاب بيبقى امن وبيبقى تاثيره جيد. صحيح، هو ده للناس اللي هتعيش فتره طويله على المسكن. فاستحسن ياخده. لا، وطبعا بتصرف بروشتات، بروشتات طبيه للحالات زي دي. طبيه محترمه. بالظبط، ويكون بجد مش سني بقى، ارحم من بقيه المسكنات على الكلى والكبد. دي الام طبعا المتعارف عليها، ومعظم الالام يعني ده شبه عرق النسا بالملي. شايفه بياخد الفخذ من ورا. هنتكلم على عرق النسا. هو ده بيدخل في ديفرنشال دياجنوز، هو ده اللي هيفتح لنا الحوار كله، لانه ده احمد ده مثلا ده مشابه لحالات كتير، مشابه لعرق النسا، مشابه للانزلاق الفقاري، مشابه لحاجات هنتكلم عليها دلوقتي. صحيح، وفعلا الناس هتفتكر ان ده مثلا شبه ايه؟ ده شبه ده خشونه الكتف والغضروف العنقي. وبعدين الحالات دي بدات اعالجها بالبي ار بي بالصفائح الدمويه، الحمد لله نتائج مذهله. ده هو ملوش علاج الا بي ار بي ده، هو عشان هو بيعوض الكولاجين. بالظبط كده، وناس اتحسنت تقريبا، وصلت ل 100% في كذا شهر الحمد لله، وحياتها اتغيرت. هي في ناس بتيجي تقول لي يا دكتور انا مش مصدق ان انا بصحى كل يوم الصبح وكنت باخد 7-8 اقراص مسكن. ما باخدش حاجه دلوقتي. هو نفسه مش عارف ان هو هيعيش كده، مش متخيل يعني. حد على فكره نص فريقنا كان عنده فايبرومالجيا والدكتور ايمن عالجهم وبقوا كويسين. يعني لا، ده كانت في ناس يعني فعلا عندهم الم ظهر مستمر. ما شاء الله، من اول حقنه او اثنين، يعني حتى ما كلفوش نفسهم يكملوا. انا جايب لك حالات هنعرضها، حالات كانت صعبه. عرق النسا بقى، انا عايز اتكلم على عرق النسا. اوكي،
عرق النسا ده اشهر مرض الناس بتتكلم عنه، هو الانزلاق الفقري مع بعض الاثنين. ليه؟ واشهر مرض واخد سمعه وحشه قوي. اه. بسبب ان كل حاجه في الرجل يقول لك عرق النسا. يعني اي حاجه بتوجعك لدرجه قدم الرجل لو بيوجعك هيقول لك عندك عرق النسا. تشخيصات غلط، دكاتره بقت مش محترفه بتدي تشخيصات غلط. بقى مشكله العيان بص اول ما بيسمع اول تشخيص من اول دكتور بيلزق في دماغه. وبعدين انت صعب جدا تغيره. دي حاله من الحالات اللي انا عالجتها، مريضه عندها 50 سنه اتعالجت قريب يعني في فبراير اللي فات، شايف عندها كسر في الفقره الرابعه قطنيه. الدايره دي منطقه الكسر شايف؟ اهي باينه قوي. يمين وشمال على فكره، وده زحزحه فقاري. وعندها مخارج الاعصاب الصوره اللي على الشمال دي حادثه دي مقفولين. لا معظم الناس بتشيل تقيل فبيبدا يسمع طق طق كسر المفاصل. بس هي ما اتزحزحتش مكانها قوي بس بقت ملخلخه. هنشوف اللي بعدها. شوف بقى ده الكارت بتاعها، انا مصور كانت الالام عندها قد ايه على اليمين شايف؟ الام الظهر بالرجل الشمال بالام الرقبه، ودي صوره مجمعه عاملها على العمود الفقري كلها، عندها غضروف عنق 5 و6 وعندها الزحزحه الفقاري 4 و5 ومخليها الالم صاروخ على الناحيه اليمين بالظبط، الام وماشي متقطع بتمشي وتقعد في الطريق. دي اتحسنت جدا مع اول جلسه في خلال شهر، وصلت تقريبا فوق 50%. شايف باينه قوي الزحزحه ودي القناه العصبيه. عشان كده انا مش بقول بالاشعه دي، طبعا اول ما بشوفها هقولها عمليه. بس انا لما كشفت عليها وشفت الالام محتمله نقدر نصبر، والست متخوفه من العمليه فمستحقه ان ناخد تجربه. ناخد تجربه، ناخد محاوله للشفاء، ونجحت وتحسنت، ومع تاني مره اتحسنت اكتر، ما بيرجعش العين لورا تاني. اذا خف ما بيرجعش لورا تاني. هتقول لي ازاي الفقرات لحمت؟ هي ما لحمتش، هي بقت ثابته اكتر بسبب الاربطه قويت. فبقت ماسكه الفقرات زيها زي المفصل اللي اتكسر ده. فادت نفس التأثير. طيب دي القناة العصبية بقى، هذه الحالة اللي احنا قلنا انه مشكلة مصر او مشكلة المنطقة العربية انه القناة العصبية ضيقة. صحيح. ضيقة. ايوه دي معظم عملياتي بتبقى على فكرة بسبب دي قناة عصبية اكتر منها انزلاق غضروفي. لانه ما لهاش حل، ما هو دي القناة العصبية الحبل الشوكي مزنوق زنقة وكمان المفاصل عمالة تزيد في الوقت، والمفاصل عمالة تضغط على الأعصاب. صحيح. ايه بقى ايه الحكاية بتاعتك؟ في حالة هعرضها برضو، ده كان عيان من المنيا عنده 54 سنه، معالجه في يناير اللي فات، عنده شايف دي القناه العصبيه المفصل النقطتين الحمر اللي تحت ده المفصل. حصل له زوايد عظميه قفل على مخارج الاعصاب اللي هي بالاسود اللي في ايدي شايفها دي، المفروض تبقى منوره ابيض اللي هي النقط الصفراء دي المفروض داخله لجوه، قفلت. يمكن مش واضحه بس هنوريك بقى الصوره اللي بعدها. فالمهم دي القناه العصبيه مثلثه عنده وعملت قفلت مخارج الاعصاب، وعنده مشي متقطع، كان بيمشي مسافة قصيرة جدا 5 دقايق ويقعد في الطريق. كان عنده بداية سقوط في مشط الرجل في الساق اليمنى. ده الكارت بتاعه اللي انا حطه. عنده كان سقوط جزء في مشط الرجل اليمين، ودي اشعاته اللي على الشمال شايف عنده حصل ضيق في القناة العصبية القطنية. فده اتعالج معايا في خلال شهرين، الراجل اتحسن 50% وبعدين 100%. انا ما كنتش مصدق بصراحه. يعني انا حتى قلت له اخبار المشي، قال انا بمشي زي ما انا بمشي 2 كيلو 3 كيلو. قلت له طب مشط الرجل؟ قال لي بتحرك. قلت له بجد؟ احنا مشط الرجل ده ما بيتحركش اصلا حتى لو بالعمليه. قال لي بحركه، وش وراني بيحرك. قلت له عندك ايه اللي ناقص؟ قال لي شويه تنميل خفيف في رجلي. انا كنت اصلا مهيئه للعمليه وقلت له ما خفتش هنبدا نعمل عمليه. وخد العلاج البيئي. وخد العلاج وتحسن جدا. طيب احنا راجل في منتهى السعادة مستعد يطلع معايا. لازم نشوفه ده. لازم نشوفه. طب ما زلنا في ضيق القناة العصبية بس في المنطقة القطنية، في حالة تانية كمان. في حالة تانية كمان كان عندها ضيق قناة عصبية 3 4 4 5. احنا بنسميها حاجة اسمها تايت كانال ستينوزس. تايت يعني ضيق جدا. تايت يعني خلاص ملهاش مخرج يعني. وزي ما انت شايف عمود الفقري بتاعها سيء جدا. هي الحاله دي شايفين يا جماعه، بص 71 سنه اكيد انتوا بقيتوا شاطرين. الحبل الشوكي الابيض اللي نازل ورا ده الابيض، شوف مش الكبير الابيض اللي في النص، انا عدد من 1 لـ5 اللي جنب الارقام على طول بالظبط، اللي جنب الارقام على يمينها. القناه المجرى، بص الحبل الشوكي بقى عامل زي كله مخنوق، مخنوق خالص، كل الفقرات الغضاريف اختفت، بقى فيها زوايد عظميه كتير. عامل زي هقول لكم عامل زي ايه، زي بالظبط كانك باصص لي
اقول لكم ايه، سوسيج لايك يعني حاجه زي السجق، سجق زي بتاع سجق صغير، اختناقات. صحيح. دي سيده 71 سنه عندها زي ما انت شايف السهم اللي انا حاطه على الصوره اللي على الشمال، العصب مخنوق جدا بتاع الرجل اليمين. دي اتحسنت حوالي 70% بعد اول مره كان في يناير اللي فات ده 2016. فازاي بقى العصب بيصلح نفسه؟ المواد التحفيزيه اللي بتطلع من الصفائح الدمويه بتدي قدره تصليحيه للعصب انه يتجدد. فاذا اتجدد مشي احسن، العيان الالم قلت، التنميل قل، مش هيرجع له تاني. برضو بقول في حاله انا هوريها لك، انا معالجها من 2013. الراجل ده كان بيمشي 5 دقائق، دلوقتي بيمشي ساعة الا ربع كل يوم سنة 3 سنين. ما شاء الله. بقاله 3 سنين ومرجعش الورق تاني. ده كان ايه؟ ده كان ضيق قناة عصبية مرتجع بعد عملية ما تحسنش فيها. دي قناة عصبية مرتجع بعد عملية ما تحسنش فيها. هيبقى ما دي بقى يعني عملية اسمه يعني فيدباك. فيدباك يعني فشل جراحي قبل كده. ده بعد جراحه تم علاجها قبل كده. ده دي برضو من الحاجات، يعني فكره انه نعمل عمليه وما تتحسنش الحاله شيء مزعج جدا بالنسبه للمريض. يعني نفسيا المريض بيفقد الثقه بقى في الطب خلاص. طبعا هو مش عامل عمليه تاني لانه هو خايف تفشل تاني. زي ما انت شايف الصوره دي، ده الاكس راي اللي على اليمين، الرابعه والخامسه كولابست مقفوله على بعض، ثلاثه واربعه ملخلخه، فهو ده محتاج شرح مسامير. اللي على الشمال مخارج الاعصاب اللي هي بالصفرة دي مقفوله، شايف النقطتين السود قافلين عليها. وده قافلين تماما بالظبط. وده الراجل اتحسن جدا من 2013. ودلوقتي بقى بيمشي بعد ما عنده كان 64 سنه. 64 سنه بقى له 3 سنين بيمشي كويس جدا. ما شاء الله كويس جدا. ما شاء الله. كان عامل عمليه من 15 سنه. 15 سنه ورجعت له تاني. طب لو حدثت انه الانزلاق الغضروفي بقى زي حاد او منفجر بشكل حاد هايل، الحد ده يختلف عن المزمن؟ حد ده ما تجيش جنبه، سيبه بجد والله، سيبه. فتره علاج تحفظي لازم تسيبه. يعني لو لسه حد حصل له غضروف عنده فرصه كبيره جدا يخف لوحده. سيبه اسبوعين ثلاثه بالعلاج التحفظي هيخف، 90% منهم هيخفوا. ما تستعجلش تعمل له عمليه. لان هو في الاول الغضروف معبي ميه، فعص العصب التهب بشويه، بيقل الالتهاب، بيقل الميه، حجمه بيقل، يتحسن جدا. في ناس بتاخد علاج بترجع لي انا مش عارف مين اللي داخل ده، انت كنت داخل بتعيط وبتعرج، ايه ماشي كده ازاي؟ بس بالعلاج. بس بالعلاج. فالحد لازم تسيبه وتظبط. المزمن بقى اللي عدى في مراحل فشل ومحتاج عمليه، ده هتعمل له عمليه. حاله مهمه جدا، انزلاق غضروفي منفجر. منفجر. ده راجل جميل بقى ده. كان بيجي لي من اسكندريه، جالي بيقول لي انا بمشي 20 متر ببقه 20 متر. عنده انفجار زي ما انت شايف الرابعه والخامسه على الناحيه اليمين. وانا قلت له، وهو طبعا خايف، كل الناس خايفه من العمليه. قلت له هنجرب البي ار بي، اتحسنت بيه هنكمل، ما تحسنتش التحاليل مكتوب على ظهر الروشتة اعملها لي وتعالى. جالي بعد شهر قال لي انا ماشي من ميدان التحرير لعيادتي ده 3 كيلو. قال لي انا جاي لك ماشي 3 كيلو. قلت له اخبارك ايه؟ قال لي انا 80% اتحسن. قلت له خلاص احنا هناخد تاني مره وما تجيش تاني. خد تاني مره وتحسن قوي. جالي بعد 3 اشهر قال لي ظهري وجعني جدا. قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي كان في عندي عربيه كده، هو بيشتغل في حاجات تجاره وما كانش في حد، فهو شال 4 طن. فض عربيه 4 طن. فض عربيه 4 طن. ظهره وجعه شويه انما رجله سليمه وبيمشي زي ما بيمشي. برضه بيهرج. راجل اتظبط يرجع يشيل عربيه 4 طن. ده هو خفيف بيبقى، بس انا اتبسطت. طبعا انه مستحمل يشيل 4 طن. يشيل 4 طن يعني ظهره وجعه وهو جالك يعني بعد ما بادر. بعدها بقى جالي تاني بعد ما تعالج بعد ال 4 طن. 100% تحسن. كان بيعرض لي اشعاعات حد تاني. البي ار بي بقى، البي ار كيف يجهز؟ كيف يجهز؟ احنا بناخد دم العيان بنفصله، ناخد منه الصفايح وبعدين نحقنه. هنشوف دلوقتي بالتفصيل الحكايه دي. الحقن ما بيوجعش. والبروسيس كلها هي عمليه ما بتاخدش وقت. بس بيحصل الام خفيفه اسمها الام الشفاء، زي ما قلنا قطار الشفاء بينطلق
مش كل الناس مش كل الناس بالظبط. انا شفت ناس ما عندهمش عادي يعني. في ناس بتيجي وناس ما بتجيش. انا شفت يعني. ناس انا عارف. بس يعني اذا جه الم خفيفه زي الرياضه وحاجات كده ده مش حاجه وحشه يعني. وبعد كده بيتحسن ممكن واحده ورا الثانيه يوصل نتائج حلوه. عظيم جدا. هل في تعليمات قبل الحقن؟ نكون موقفين المسكن قبلها بيومين ثلاثه وبعدها باسبوع ما ناخدش مسكنات او مضاد التهابات بعد الحقن. بعد الحقن عشان ما نوقفش برضو عملية التصليح. التلغراف المهم بقى، لان احنا هنشوف طريقة التجهيز، لكن التلغراف المهم اللي ممكن تقوله او تكتبه لاي مريض. التلغراف المهم للمريض وللدكتور، ما تتسرعش في عملية مش محتاجها. اي حد اتقال له عملية حاول تاخد رأي كذا واحد معاك تاني او كذا دكتور تاني. بعد كده التلغراف التاني، دايما في امل، دايما في امل انك تخف، دايما في امل ترجع كويس. مفيش حاجه اسمها فقدت الامل، احنا ما بنفقدش الامل لان ربنا موجود وربنا اللي بيشفي الجميع. واذا فقدنا الامل ده ذنوب يعني، ده معصيه. لازم دايما عندنا امل في ربنا وعندنا ثقه في ربنا، نختار بس الدكتور كويس اللي نبدا معاه وان شاء الله هنبقى كويسين. كل شكر والتقدير لضيف العزيز القمه العلميه الكبير استاذ الدكتور ايمن عنب، استاذ جراحات العمود الفقري والمخ والاعصاب بكليه الطب قصر عيني، وطبعا صاحب دبلومه علاج الالم بتنظيم فسيولوجيا الجسم، وزميل الجمعيه العالميه لجراحات مناظير العمود الفقري من فرنسا، وصاحب الحضور الكبير واحد القلائل الموجودين في الشرق الاوسط الجامعين بين العلاج التحفظي بالبي ار بي والاسلوب الجراحي التقليدي. تعالوا نشوف ازاي بيتعمل البي ار بي. نحن بصدد الحوار عن واحدة من أهم أمراضنا على الإطلاق، التهابات المرارة وحصوات المرارة، من الأمراض الشهيرة جدا في المجتمع العربي وأيضا الشهيرة في العالم، يعني من أمراض الفيري كومن. والحقيقة حصوات المرارة شهيرة في الفاتي فيرتايل 40 فيميل، ده لطلبة الطب، لو ما السيدات اللي في الأربعينات سمن شوية عندهم دهون كتيرة، ليهم مواصفات الحقيقة. لكن خليني أقول كمان أنه في حاجات تخليك عشان تذهب إلى جراح، لأنه المرارة بحصواتها ما يعالجهاش غير الجراح لو كانت تحتاج إلى جراحة. العلامات اللي هقولها دي خمس علامات هتخليك تروح بسرعة عشان تسيك الميديكال أدفايس، تسأل على الاستشارة الطبية، لأنه غالبا هناك التهابات أو حصوات في المرارة. واحد، عند شعور متكرر بالقيء، انت عندك رغبة في القيء باستمرار، بس مش باستمرار يعني على طول اليوم، لا متقطع بس من وقت للتاني، بس كذا يوم لفترة، مرارة في الفم، وده ممكن جدا يحصل في الاول ثم تجد انت صعوبة في التذوق، احساس بالدوخة الشديدة بدون وجود
اي امراض اخرى تؤدي الى هذا الاعراض. يعني مفيش ضغط ولا سكر وانت عندك دوخه برضه. الم شديد، مغص شديد، كوليكي بين، بياتي في الجانب الايمن من البطن وساعات ينتشر شويه وياتي في نوبات متتاليه والامه بتكون عنيفه شويه. ايضا وجود اسهال وخصوصا مع تناول وجبات فيها دهون كثيره. دول اللي ممكن يخلوني اقلق، ودول مع بعض، مش تلاقي واحده لوحدها، مع بعض الشله دي كلها يخلوني اروح بسرعه عشان اسال او استفسر من متخصص عن المراره بتاعتي اخبارها ايه. المراره very common، شهيره جدا، وتجاهلها ايضا شهير جدا، وذلك حوارنا النهارده فيها او معاها هيكون يعني دقيق جدا. ضيف العزيز، القيمه العلميه المتميزه والاسم المهاري والجراح الرائع، الاستاذ الدكتور محمد عبد القوي السيد، استشاري الجراحه العامه وجراحات المناظير، مدرس الجراحه العامه بكليه الطب، دكتوراه الجراحه العامه والاورام من كليه طب جامعه عين شمس، زميل كليه الجراحين الامريكيه، عضو جمعيه جراحه المناظير المصريه، وصاحب دبلومه جراحه المناظير المتقدمه من فرنسا. اهلا بيك دكتور. اهلا بحضرتك. عدل على السلامه. الله يسلمك. الحقيقه يعني رحله فرنسيه متميزه ونتائجها جيده جدا في مناظير المتقدمه. بالظبط. ايه بقى يعني ايه، قبل ما ادخل بس في المراره، ما هي معنى المناظير المتقدمه الصيحه العالميه في كل فروع الطب؟ هو طبعا دلوقتي كل حاجه بتتعمل الحقيقه بالمنظار، تمام، بس الناس هناك الحقيقه برضو عندهم الوعي الثقافي والحضاري، ان مش معنى ان جراح يقلب عملية من منظار إلى أوبن أو جراحة مفتوحة إن هناك مشكلة. يعني إحنا قابلنا الحقيقة عدد كبير من الجراحين العالميين هناك، كويس، عندهم هذه الثقافة، عندهم هذا النضج. إحنا الحقيقة ما عندناش القصة، الناس هنا لسه بتعتبر إن أنت لما ما بتعملش المرارة بالمنظار أو الطحال بالمنظار أو الفتق أو الكلام ده أو بيحصل كونفرجن، يعني بنرجع نعمل شق استكشافي جراحي، بيعتبر ده نوع من أنواع المضاعفات. بالعكس، تمام، ده قمة النضج الجراحي ان انا مش قادر اكمل بالمنظار لاي سبب تشريحي او حصل نزيف او الى اخره، تمام، كوني بقلب الى جراحة مفتوحة انا بنقذ المريض وبكمل الجراحة بتاعتي وهدف الجراحة بيتحقق. قابلنا الحياة جراحين من جميع انحاء العالم، والحقيقة استفدنا بشكل ضخم جدا في الحمد لله حصلت على الدبلومة. يعني مبروك عليها، واحنا طبعا هنستفيد كتير من فهم المناظير المتقدمة في الفترة القادمة، لكن خليني أبدأ بمعنى كلمة التهاب المرارة الحصوي. تمام. أو كالكولر كوليسيستايتس. هو حقيقي طبعا أنت عارف المرارة وظيفتها هي مجرد مخزن للعصارة الصفراوية اللي بتساعد على هضم الدهون. تمام. لو اتشالت هذه المرارة، كويس، وده كلام بنتسأله كتير جدا من المرضى، لا يؤثر هذا على طبيعة الهضم إطلاقا. تمام. هي الفكرة كلها انك بتاكل دهون بكمية سريعة وبكمية ضخمة، تمام، المرارة دي بتنقبض وبتنزل السائل المراري بتاعها وبيحصل هضم. تمام. هيحصل هضم، هيحصل هضم، بس حضرتك ما تاكلش كميات كبيرة متتالية او ما تاكلش وجبات يعني ضخمة مرة واحدة، معزوم في فرح مش عارف ايه، لا، حاول دايما على مدار اليوم نوزع الدهون بتاعتنا. تمام. لسبب او اخر بيحصل اختلال في البالانس بتاع تركيبة السائل الصفراوي، بينتج عنه حصوات وبينتج عنه التهاب في المرارة. ده سؤال اخر بنتسأله من المرضى، ليه ما بتشيلوش الحصوات بس؟ تمام. لان المرارة نفسها فيها التهاب، فانا لو شلت الحصوات النهاردة، ده علميا غير ممكن، لكن لو حصل يعني بعد فترة قصيرة هتتكون حصوات مرة أخرى، فأنا بشيل الحويصلة المرارية كلها مرة واحدة. أشهر حاجة هو التهاب المرارة الحصوي، ويمكن بنشوفه حتى أكتر من حالات الزايدة وحالات الفت وحالات الجراحية المشهورة. تمام. وده حله الحقيقة جراحي. بنخش بنشيل الحويصلة المرارية بالحصوات اللي فيها بالمنظار عن طريق 4 فتحات صغيرة أو 3 فتحات صغيرة. تمام. وبيتعافى المريض وبيخرج في نفس اليوم. الحجم الحصوي او حجم الحصوه يلعب دور مهم في انديكيشن الجراحه او تاجيلها. هل المعنى ده ما زال موجود في الطب الحديث؟ والله بص حقيقة، هو المرضى يقول لك اصل انا عندي حصوه واحده كبيره، ما هي الحصوه دي بتعمل مضاعفات سواء كبيره سواء صغيره. الحصوات الاصغر اكثر اضرارا واكثر خطوره لانها ممكن تتزحلق
وبتسد القناة المرارية فالعيان يبدأ يحس بصفرة. يحصل له طبعا اللي هي obstructive jaundice، ويبدأ يحصل له صفرة في عينيه ولون البول يتغير ولون البراز يتغير ويبدأ يحصل له مشاكل. الحصوة هي معدية، القناة المرارية مع القناة البنكرياسية بيشتركوا في صفة تشريحية واحدة. ممكن المريض ده يجيله التهاب في البنكرياس، ودي حاجة من الحاجات الخطيرة والمميتة. عشان كده بنقول للمريض انت كده كده هتشيل المرارة عاجلا او اجلا، خش بدون مضاعفات، تمام، اعمل العملية واخرج تاني يوم بالسلامة، ما تستناش لحد ما يحصل مشاكل. حتى في وجود عدم وجود اعراض، يعني المريض بيجي يقول لي طب انا ما عنديش اعراض بس هو كبير السن، مناعته ضعيفة، بياخد كورتيزون، عنده سكر، ليه استنى لما يحصل اعراض واخش في مشاكل ونبدا نخش في قصص؟ ما انا اشيلها من الاول والموضوع ينتهي. احيانا يرتبك المريض ما بين الحصوه والدكتور ولحميه المراره. تمام، لحميه المراره بري كانسرس. يعني هو ساعات الحقيقه انا سالت دلوقتي هل لحميه المراره ممكن تؤدي الى سرطان؟ هي ممكن. احنا دلوقتي الفكرة ان احنا مش عارفين الجزء اللحمي اللي طلع جوه المرارة ده اللي هو جول بلادر بوليب، احنا مش عارفين تكوينه. ممكن تبقى حاجة التهابية، وممكن تبقى حصوة لازقة في جدار المرارة وبانت في السونار على انها لحمية، وممكن تبقى ما هو بدايات نشاط خلوي او سرطان في المرارة. الحقيقة برضو الكلام كتير في القصة دي، لكن انا بفضل وان احنا نشيل هذا خصوصا لو هي ليها سايز، يعني حاجة سنتي. تمام، الحجم السنتي ده هو هي احنا عندنا حجم معين مخيف. هو حجم مين؟ اقل من كام؟ اكتر من سنتي لازم تتشال، دي ما فيهاش كلام. اقل من سنتي برضو بيقلني عشان هيدخل يقفل. الفكرة ان انا بعمل سونار بتابع المريض، يعني بحطه اندر اوبزرفيشن. لو هو المريض قلقان، لو المريض متعاون انا بشيلها له لانها هتكبر. ما هي طالما طلعت من البداية يبقى ممكن تكبر، ودي عادة ممكن تحصل. مجرد العيان بيعمل سونار مش حاسس بأي مشكلة، بيعمل سونار روتيني، أو ممكن كمان تعمل أعراض. فدي لازم تتشال المرارة، وبرضو الحمد لله بنشيلها بالمنصار. دي المرارة على فكرة بيورينا ازاي المرارة ايه بمكوناتها. تمام، الحصوة، يعني بص الحصوة هنا قفلت القناة الفرعية، ما عدتش في القناة الرئيسية، لكن لو صغيرة شوية استيل بقى عملت مشاكل. المرارة بتنتفخ وبتملي صديد وبتبقى فيها التصاقات مريعة جوه البطن، فلا داعي للانتظار. سؤالين ملتحقين ببعض. أعراض المرارة هل هي أعراض واضحة ولا أعراض غير واضحة؟ لأنه في سؤال وراها على طول، ليه التشخيص بتاع المرارة بيتأخر كتير؟ هي الأعراض ما بتبقى غير واضحة لسبب بسيط جدا، إن هو المرارة دي جزء من الجهاز الهضمي، وأي مريض عنده بعض الأعراض بتاعة الجهاز الهضمي يقول لك خلاص عندي شوية حموضة، لا ممكن يبقى عندك مرارة، ويقول لك ده آلام قولون، لا ممكن تبقى حصوة في المرارة، ممكن يقول لك مش عارف الحمام بتاعي مش منتظم قوي، أو الهضم، أو حاسس حاجة تقيلة على معدتي. الالام حتى بتيجي، ممكن تيجي في الكتف اليمين، ممكن تيجي في الكتف الشمال، ممكن تيجي في منتصف الظهر، لدرجه ان في ناس راحوا يعني جالهم الم في الكتف الشمال فاعتقدوا ان هم عندهم القلب، فراحوا لدكتور القلب، وصلوا لمرحله ان هم عملوا قسطره. تمام، والتشخيص بسيط جدا، ان انت لو عملت سونار كان عنده طلع حصوات وطلع القلب سليم. تمام، والفكره كلها في استئصال المرارة. فقصدي احنا بنخش الحقيقة في دايليما ضخمة جدا، والمواضيع بسيطة. النهاردة المرارة بتتشخص بسونار، تمام، بنلاقي حصوات على طول، توجه فورا الى جراح وشلها. هل دائما علاج مشاكل المرارة دائما جراحة؟ دائما جراحة. يعني الدوائيات الحقيقة كان طلع فترة كده في علاج بنفتت الحصوات ومش عارف ايه، طبعا القصة دي الحقيقة قتلت بحثا وغير ذات جدوى، والحقيقة زمايلنا الأساتذة الباطنيين بدأوا يدركوا هذا الموضوع. حصوات على طول ابعت لجراح. العلاج مكلف جدا وطويل، وفي نفس الوقت بيحصل ارتجاع مرة أخرى، وما هواش افكتف قوي، يعني ما هواش فعال قوي، لكن بنشيل المرارة والموضوع بينتهي الحقيقة. المرارة لها الفضل الكبير في إدخال المناظير داخل المجتمع العربي، يعني عندما بدأت جراحات المناظير تدخل مصر والمجتمع العربي يتقبلها الناس ويفهموها، دخلت من بوابة المرارة. وكان المصريين منذ سنوات طويلة
يفتخرون بأنهم سيجرون المرارة بالمنظار. تمام. الآن إجراء المرارة بدون منظار يعتبر جريمة أعتقد. آه تمام. دلوقتي لا خلاص ما فيش حاجة اسمها الشق الجراحي أو الجراحة المفتوحة. كان الحقيقة من 10 سنين ستيل في بعض المرضى بيجي يطلبوها، لكن دلوقتي ما لم تكن هناك يعني ضرورة جراحية لهذا. عيان عمل استكشاف قبل كده في التصاقات شديدة، عيان يعني عنده مشاكل ما في 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 التجويف البريتوني بتاعه، اتفتح كذا مرة قبل كده، أو مرارة زي ما بنقول بيبقى فيها اللي هي الأكيوت كوليسيستايتس. وبالمناسبة يعني أثير الحقيقة في فرنسا هذا التوبيك المهم جدا، هم قعدوا يدرسوا 10 سنين. هم على فكرة الفرنسيين هم عمالقة المرارة في العالم، شطار قوي في المناظير والمرارات جداً. الحقيقة في توبيك اتحسم، وده بالمناسبة كويس الحقيقة فكرتني بيه، ان احنا كنا اللي بيجيله التهاب مراري حاد بنصبر عليه 3 شهور نديله أنتي بايوتكس تمام، ثم نزيل المرارة تمام، غير اللي بيجي وهو عنده الكرونيكال ستايتس او مزمن. النهارده بعد 10 سنين ابحاث وجدوا ان لا، انت خش شيل المراره حتى لو هي في الاكيوت اتاك، حتى لو هي في التهاب مراري حاد، اتس مور سيف ان انت تشيلها عن ان انت تنتظر 3 شهور وتدي للعيان انتي بايوتكس وتتابعه. لقوا ان الانتظار ده بيدخل المريض في مضاعفات اخرى. فهو دلوقتي سواء العيان عنده التهاب مراري حاد او التهاب مراري مزمن، نخش اوضه العمليات ونشيلها له بالمنظار. هل الجراحه لها اي دور الان؟ يعني لما يجي حد يقول طب ما هو المناظير دايما في كل فروع الطب بتقف عند حد معين، واحيانا نقول نقلبها مفتوحه، ده في النساء تمام، ده في المخ والاعصاب، ده في ده في ده في ازاله الاورام في النساء والتوليد، كتير قوي مع ضيوفي يقول لك احنا اضطرينا ان احنا نقلبها من منظار الى اوبن. تمام. هل انتوا ممكن تعملوا كده؟ الكونفرجن ريت العالمي اللي هو مكتوب في كتب امريكا وفرنسا والمانيا وكل الدول دي 1%. هو الفكره كلها ايه؟ ان المريض بيستخف بعمليه المراره، يقول لك اروح اعملها في المستوصف اللي جنبي فمفيش مشاكل. كويس؟ الطبيب الجراح المبتدئ بيستخف بعمليه المراره، ومن هنا بتنتج المشكله. انت كل حاجة ما بتكبر في السن وتكبر في الخبرة بيبقى قراراتك ماتيور اكتر، ناضجة اكتر تمام، مشاكلك بتقل. المرارة رغم ان هي ممكن تتشال بامان وسلام، لكن من اكتر الفاريشنز في الصفة التشريحية في اي اورجن في الجسم المرارة، القنوات المرارية وتركيبة القنوات المرارية، ممكن تلاقي القناة دي مش طالعة من دي ودي مش جنب دي ودي لفع، يعني شوية لخبطة الاختلافات الفردية في تكوين المرارة بالزبط. تشريحيا تختلف من شخص بالظبط كتير قوي، فلازم جراح متمكن عشان يعرف امتى يشتغل ازاي وما يفاجئش بهذه التركيبة المختلفة، وفي نفس الوقت قراره لو هيفتح يفتح بس هيبقى بيزد على حاجة حقيقية، انا بفيد العيان فعلا لان الوضع مش واضح. واحيانا بنعمل اشعاعات بالصبغة لو الصفة التشريحية مش واضحة، بنعمل حاجة اسمها انترا اوبرتيف كولانجيو، ده بنشوف الاناتومي بتاع القناة المرارية والصبغة بالصبغة بالظبط اثناء الجراحة عشان نطمئن بالظبط كده. في عجالة سريعة في حاجات تمنعني من الجراحة؟ بعد تظبيط الضغط والحاجات دي لا، ما فيش حاجة ممكن تدي موانع. بنعمل ناس عندهم 90 سنة و100 سنة، بشرط طبعا عيان يبقى جيد صحيا والأمور مخدين كل المحاذير، لا ما فيش أي مشاكل. هل هناك ارتباط ما بين حصوات المرارة والكانسر في أبحاث؟ التهابات المزمنة؟ يعني اللحمية، اللحمية يعني قصة اللحمية بس ان هي دي ممكن تنتج، لكن زي ما اقول حقيقة ممكن الاعراض دي تبقى برضو، مش عايزين نخوف الناس، لكن سرطان المرارة رغم ان هو مش منتشر قوي لكن every now and then بنلاقي حالة. وحتى الشباب النهاردة يعني من الاكل اللي بياكلوه الفاست فود والحاجات دي النهاردة ما بقاش في عندي سن، بقى من 10 سنين لحد 80 سنة 90 سنة كل هذه السيكتورز بيعاني من خسارات المرارة. كالعادة يعني بسعد بهذا اللقاء سعادة غامرة، مواضيع مهمة جدا جدا، وزي ما قلت بكده للأسف الإعلام ساكت تماما عن المرارة، ساكت تماما عن الفتق الإربي، ساكت تماما عن مواضيع جراحية هي الأشهر والأكثر موجودة وجودا في لستة الجراح في أي مستشفى. وللأسف
احيانا تترك النوعيه دي من العمليات في يد من ليس مدرب بشكل كبير فينتج عن عمليه المفروض انها مضمونه مضاعفات مشاكل ومشاكل غير مأموله وغير يعني مستحبه، وحاجه تخلينا نقول انه احنا ينبغي ان ننظر نظره كبيره جدا في النظام الجراحي الموجود في مصر بشكل كامل. ضيف العزيز القيمة العلمية المتميزة والاسم الكبير الأستاذ الدكتور محمد عبد القوي السيد استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير مدرس الجراحة العامة بكلية الطب ودكتوراه الجراحة العامة والأورام من كلية الطب جامعة عين شمس، زميل كلية الجراحين الأمريكية عضو جمعية جراحة المناظير المصرية وصاحب دبلومة جراحة المناظير المتقدمة الفرنسية، اسم الرائع والأداء المتميز والحوار كان عن المرارة. مهم جدا نفهم هذا الكلام عشان ما تتفقعش المرار. خليكوا دائما مع الدكتور. تعرف بحلم ايه دلوقتي؟ تعرف بحلم ايه؟ بحلم يكون انا ابن منك نفضل نحضن فيه نظرة يحضن ويفضل فينا يضم نظرة عيون وتناسي الهم يحضن ويفضل فينا يضم شايفك أطيب وأحلى يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبتي لما هتبقي أم هتبقي أم. أهلا بكم. تويستد اند، احنا متفقين على المعنى. يعني ايه تويستد اند؟ يعني نهايه غير متوقعه او حاجه تحير، حاجه تحير. واحنا بنعالج بطنط الرحم المهاجره اللي فهمته من ضيفي العزيز عليا جدا قال لي ان احنا هندي ادويه تقلل التبويض. طب ازاي؟ ست جايه عشان تخلف تديها ادويه تقلل التبويض وبعدين بعد ما تبدا نسيطر على طنط الرحم المهاجره يدي فرصه فيحصل ان التبويض ممكن يحصل له نوع من الريفوليوشن الثوره او الانتعاشه المفاجاه. طب ازاي؟ طب مش يمكن؟ طب ما تسمحوا لي ان انا اسال بقى عشان الامكانيات عندي كترت والموضوع ده اثار في نفسي كثيرا من الهواجس والحاله التمثيليه لبستني ورجعت تاني للماضي القديم. فاسمح لي ان انا طبعا ارحب بحضرتك. طبعا قيمه علميه هامه جدا جدا في عالم النساء والتوليد والعقم وجراحات المناظير وقامه علميه بتشرفنا وبتسري برنامجنا، والدكتور له طعم مهم جدا جدا مع ضيفي العزيز جدا الاستاذ الدكتور سيد الاخرس استشاري امراض النساء والتوليد والعقم وجراحات المناظير والحقن المجاري المؤسس مستشفى الامم احد اهم الكوادر الطبيه في مصر والوطن العربي. معلش انت عارف ان انا ليا تاريخ بتقمص كده التمثيل والماضي دايما بيحن كل شويه يموت الزمار طبعا. ازيك يا دكتور عيني؟ اهلا بيك. الغموض هنا دكتورنا الغموض يعني ادويه تستخدم لعلاج حاجه تؤدي الى حاجه تانية، وبعدين وفي طريق الدواء نفسه ممكن الدواء نفسه يعمل شويه حاجات بليمد وفي عليه علامات اسئله كتيره واستفسارات كتيره حول حلوى بعض هذه الادويه. حلو قوي ان انت قلت تويستد ان ومعناها الحرفي حتى يعني نهايه ملتوي. نهايه ملتوي يعني مش عارف الاجابه حقيقيه مش واضحه قصادك عاوزك انك انت تتخيل الاجابه. فنفس القصه مع بطنط الرحم المهاجره اللي هو غريب جدا في وجوده وغريب جدا في تفسيره. هو موجود عن طريق ايه؟ اتنقل ازاي؟ جه اصلا ازاي؟ هل هو جينات وراثيه ولا البيئه وموروثات ولا موروثات مكتسبه واتنقلت للاجنه ولا ان هو الطفل لما بيكبر ويتعرض للبيئه الخارجيه فتبدا بسنوات العمر تبدا يحصل ميوتيشن وتحورات في الانسجه اللي عنده وفي الجينات اللي بتبقى موجوده والانسجه تبدا تحصل فيها بعض الحاجات. وده اللي يفسر احيانا اللي هنقول برضو للحاجة تزود الدهشة أكتر إن بعض الرجالة بتصاب ببطنط الرحم المهاجرة. أول حلقة قلتها لي ولسه هنتكلم فيها زمان قوي قلت لي المعلومة دي كده خليني بس ده رير رير طبعا بس خليني أبقى أسرد لها حلقة لوحدها. والمرض وانت بتتعامل معاه وعايز تسيطر عليه لمريضة لو عندها ألام خلاص واضحة الأمور هتدي حاجه توقف البريود وتوقف الدوره والالام تقل
وهي متوافقة وعارفة كده وانت بتقول لها. لكن تعال قول لمريضة بتعاني من تأخر إنجاب هناخد دواء يوقف الدورة، ايه الشكوك دي؟ يوقف الدورة؟ يعني ممكن يوقف الدورة ما تجيش تاني؟ لا ده مؤقت. طب مش ممكن يأثر على مخزون المبيض؟ لا ما بيأثرش على مخزون المبيض الدواء ده، لأن عشان نأثر على المرض لازم نحرمه من غذاء الرئيسي، لازم نعزله من الطاقة الوقود بتاعه اللي هو هرمون الاستروجين اللي بيطلع في الجسم، هرمون الأنوثة اللي بيغذي بطانة الرحم العادية وبطانة الرحم التقليدية. يعني ممكن يعني بالشرط ان الهرمون الاستروجين يبقى عالي فد الدواء ضده؟ لا مش لازم. ليه؟ لان هو من احد تحوراته ان هو ممكن يشتغل مستقل فيعمل مصانع للاستروجين خاصة بيه هو عن طريق هرمون او انزيم اسمه الاروماتيز، يطلع يعني هرمون الاستروجين في المستعمرات دي والمستوطنات دي ويبدا يطلع استروجين يغذيه. اوه عشان كده لازم تحرم الجسم من هرمون الاستروجين او من كل حاجه هتحول ال كل السايكلز دي تحول الى استروجين يغذي بطنه الرحم المهاجر. فبتدي المواد اللي بشكل او باخر تضاد هرمون الاستروجين، قلنا سواء في صور اقراص او حقن او عن عضل او حقن تحت الجلد، تتاخد يوميا، تتاخد شهريا، تتاخد كل 3 شهور، اقراص منع الحمل، كل الكلام ده عشان يمنع بطانة الرحم المهاجرة. او لكن كل الحاجات دي الادوية اللي احنا قلناها لما توقفها يستعيد المبيض نشاطه ويحصل تبويض، الا ده واحد فقط اللي هو الديبوبروفيرا اللي فيه البروجسترون، ده يعلق التبويض بعد ما يقف لفترة اطول. يعني لو كانت الست اللي بتتعالج من بطانة رحم مهاجرة بسبب الام وعندها تأخر في الإنجاب، أو نفضل إن ما تاخدش البروفيرا. ليه؟ لأنه هو متهم إنه بيأخر التبويض لما نوقف كل الأدوية. أنت وانس وقفت الأدوية المبيض بيستعيد نشاطه، لكن البروفيرا لما توقف الأدوية يفضل لفترة طويلة ممكن تبقى شهور. ده أحد الأدوية المشهورة. إنه اللي بيعادل الأستروجين هو بروجسترون. عشان كده بنقول إيه؟ ده لا يستحب لما يكون بنعالج تأخر إنجاب. كويس. لما نيجي نأخر بقى نعالج الإنجاب وقلنا حصل إيه؟ بعض الناس ممكن تتحسن حالتهم ويحصل حمل تلقائي بعد الأدوية دي، واتفقنا وبنحفظ وبنقول وبنذكر الحاجة اسمها ويندو أو فيرتيليتي أو نافذة أو ثغرة الخصوبة تبدأ تحصل بعد ما الأدوية تقف شوية، لأن الأنسجة بتبدأ تتنفس وتاخد نشاط وتبدأ تتحرك والتبيض يطلع ويبدا يحصل استجابه، وممكن تتنقل كمان الا ايه البويضه المخصبه في الانبوبه. وممكن كمان هنا فاكر الانتجرين؟ طبعا فاكره. فالانتجرين الماده اللي بتطلع من اللاصقه الموجوده في بطانه الرحم اللي هي بتدي انطباع انه بطانه الرحم ديت مستقبله جيدة تربه جيده. فوجئنا ان برضو من علاج الانتي استروجين في الفتره دي مضادات هرمون الانوثه بتحسن بطانة الرحم دي فيحصل استجابة أحسن، ويبقى بطانة الرحم دي الريسبتيفيتي بتاعتها موجودة. النوع من زي بالظبط يجوا على الأرض يقولوا على الأرض في مجال الزراعة يقول لك هنسيبها ترتاح شوية من نفوت عليها دورة كده عشان الأرض تاخد صحتها تاني عشان أرهقت. زي أحيانا يحصل كده. آه. لكن لما نيجي بقى إيه نقول هناخد بعض الأدوية اللي تنشط المبيض سواء كانت صورة كولوميد اللي هو منتشر ومشهور وعالميا واكبر واكثر دواء يستهلك في العالم واول دواء وكان ثورة علمية في استهلاكه وفي علاجه لضعف التبويض، او ادوية زي اي كانت مسميات التانية ميرونال برجونال مونوجون واتيفر كل الاسماء، احنا بنحاول ما نزعلش شركات الادويه تبقى كل الادويه يعني. كل الاسماء طبعا عشان الجميع اصل شركات الادويه بتزعل طبعا مونوبيور كل الاسماء لو احنا خدنا الادويه دي فنفاجئ برضو حاجه ثانيه، ان الادويه دي اللي بتتاخد لفتره زمنيه معينه لو حصل استجابه اللهم لك الف حمد حصل حمل، احيانا يحصل استجابه واحيانا يحصل حاجه ثانيه
ان بطانه الرحم المهاجره تنتشر وتبقى شد شراس، لان الادويه دي بتزود هرمون الاستروجين اللي بيغذيها، اللي في نفس الوقت يبدا يكبر وينشط بطانه الرحم المهاجره. فقد ايه وانت بتلعب بالادويه لازم تكون عارف ابعاد الادويه، ولازم تكون بتتابع متابعه لصيقه للمرض وللمريضه، وبتفهمها وبتوعيها عشان تبقى هي لو حست باي تغيرات يبقى هي فاهمه التغيرات وبتمدك بالمعلومه اللي تخليها تقول لك حتى لو على التليفون طب وقفي، طب تعالي، طب اشوفك بكره. ده لكن في بعض الادويه ونحذر ونقولها، قعدوا يقولوا في علاقه ما بين الابحاث يعني والدراسات ما بين منشطات المبيضين وسرطانات الرحم وسرطانات المبيض، مفيش علاقه وثيقه الى الان تثبت ان في علاقه ما بين منشطات المبيض واستهلاك مخزونه، او منشطات المبيض وسرطانات المبيض. ولكن في دراسات مؤكده ما بين مثلا دواء زي الكلوميد لما تيجي تاخده كمنشط ما يزيدش عن 6 شهور، ما جابش نتيجة توقف، يعني من 3 ل 6 ما جابش نتيجة توقف. يا إما حاجتين، يا أنت عندك كلوميد ريزيستنس مقاومة ليه زي بعض الحالات زي البي سي أو تكرسات المبيضين وهنبقى نتكلم عنها ونشرح بالتفصيل، يا إما مفيش استجابة أصلا. طب لو استمريت أكتر من كده، هناك دراسة ما بين الناس اللي خدوا كلوميد وخلفوا وبالزمن ما جلهمش اي مشاكل في المبيض، وهناك ما بين الناس اللي خدوا كلوميد لمدة سنة او اكتر وما استجابوش ما حصلش حمل وسرطانات المبيض فيما بعد. كلما كان المرض ضئيل وتتعامل معه بصدق وبعمق تستطيع انك تفضل عمره ضئيل. نشوف الصور ونعقب عليها ونقول ادي المرض ومشاكله ومعظم النهار من مستصغر الشهر. صورة حتى في صور ممكن تبقى متكررة عادي لانها تذكير، والصور الجميلة اللي ممكن تبقى لقطة فريدة بتتعاد تاني، ادي بطانة رحم مهاجرة، الفيزيكلز او الفقاعة المائية اللي موجودة على 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 جدار الرحم من خلفي، ده شكل من اشكال المرض وهو حديث. اللي جنبه الابيض ده شكل من اشكال بطانة الرحم لما بقى ادم شوية، اللي تحت الالتصاقات اللي موجودة احد افرازات بطانة الرحم المهاجرة اللي بتطلع مادة عشان تعمل الالتصاقات، عشان ايه؟ تحمي نفسها، تحمي نفسها من البريتون وتحمي نفسها من اي حاجة، والحماية دي بتأذي الجسم وتعطل الحمل وتعمل مشاكل زي ما قلنا في الاجهزة المختلفة. ودي مشاكلها بالالتصاقات ووجودها المختلف في اي موطن موجود او بقعة موجودة خلف الرحم جنب الانابيب جنب المبيضين والالتصاقات وبدايتها. هنا ده الحوض ده هتلاقي حتى فيه ماده زرقاء. الماده الزرقاء دي لما جينا حقنا ماده اسمها الميسيلين بلو صبغه زرقاء بنحقنها عن طريق عنق الرحم واحنا شغالين بالمنظار، بنستخدم من الجزء الاسفل عند المهبل ونحقن عشان نشوف الانابيب سالكه ولا لا، واحيانا الانابيب تبقى مستخبيه مختفيه ويا دوبك بس الفوار بتاعتها هي اللي ظاهره، فبنحقن عشان حتى نعمل لنفسنا الناند مارك او الشكل اللي نبدا نعمل عليه فك الالتصاقات، لان ساعات الالتصاقات بتعمل حاجه اسمها ديستورشن الاناتومي، يعني تلخبط لك الوضع التشريحي. ديستورشن يعني تدمير، وكمان ممكن تلخبط لك الوضع التشريحي. بص الالتصاقات عامله زي تراب عنيف، يعني يمكن تشوف كام صوره مفيش صوره شبه التانية. لا الالتصاقات، بص الامعاء مرفوعه زي كانها بحبل كان حبل مرمي بتاع الصياد لغايه الرحم وماشي عليها الالتصاقات وماشي عليها، فتخلي الامعاء تثبتها. بص الاكياس الدمويه، كل مبيض بقى عامل زي الكيس المليان شوكولاته سايحه، كيس الشوكولاته، كيس الشوكولاته، فبالتالي مأخر المبيض والتبويض. بص قد ايه الانبوبه انفليم وملتهبه، انبوبه فالوبيان تيوب، فالوبيان تيوب، شوف قد ايه انبوبه فالوب دي، شوف قد ايه المفروض انها رفع الشعرايه. لا بص قد ايه، بص كمان بقى المبيض جنبها عليه البؤر بتاعت بطانه الرحم المهاجره وعليه بؤر الالتصاقات. شوف قد ايه ان هو ممكن يصيب بشكل وباخر ومفيش منظومه متراكمة او مترتبة، يعني واحد اتنين تلاتة اربعة يجي باي شكل باي عفوية
باي تلقائيه باي يعني او تويستد بنزينه. بص الالتصاق ما بين الامعاء وجدار البطن. طبعا الامعاء دايما ليها حريه الحركه، فلما تيجي تتحرك وهي حاجه ماسكاها تعمل مغص. اه طبعا تحرك ممكن تعمل اسهال لما تكون حركه سريعه، او لو بقت بطيئه بسبب الالتصاق تعمل امساك، او لو بدا ممكن يحصل يلف حوالين نفسها فتعمل انسداد بسبب ان البؤره دي حصل فيها. ولو كان الالتصاق ده سطحي، طب لو حصل ان الامبلانت ده اتزرع بقى جوه في نسيج الامعاء هيحصل يضيق اليومن، يحصل ستريكشرز كانك خنقت انسداد معوي. دي حاله جراحيه قد تكون حاده وتعمل طبعا مشاكل يعني طبعا. لو ما تلحقش بسرعه يعني دي تتحول من حاله نعمل اسبوع العمليه كمان اسبوع ان احنا نعمل العمليه دلوقتي حالا وما لحقناش حالا هيحصل وزي ضايق. الحالات جت وكانت متشخصه حاجه تانية ولقيناها بطنه الرحم المهاجره ومأثره على الامعاء ولحقنا بسرعه، لان كان اكتر من كده ممكن المريضه ممكن يتشال بقى جزء من الامعاء وضيلمة كبيره جدا. عشان كده ده مرض حتى التحدي ومرض التيم. حاجة مهمة قوي فيديو برضو تويستد يعني ازاي بنعالج وفي نفس الوقت فيه هنا دي حالة كان واحنا أيوة بنعمل أيوة دي زايدة دودية لما احنا كنا مفاجأة دي مفاجأة يعني انا حتى احنا مختزلين جزء من الايه من الفيديو لان في التصاقات شديدة جدا حليناها، بس دي كانت اول مرة نعرض مثلا ايه ازاي ده الدودية عن طريق المنظار. ده الميزو ابندكس اللي هو الاوعيه الدمويه اللي بتيجي تغذي الزائده الدوديه. فانت بنيجي ايه نستأصل النسيج الدهني ده ماشي فيه الاوعيه الدمويه اللي بتغذي الزائده الدوديه، بنبدا ننزل وبنلتوي كده عشان ايه بص نسالك ننزل كل الاوعيه الدمويه اللي بتغذي بص ده الامعاء ده السيكم واحنا هنا برضو بنسلك بحاجه اسمها الهوك، ده الهوك عصري الدايسيرمي وبنكوي بالتدريج كده عشان نعمل كيل للاوعيه الدمويه عشان تقف ما تنزفش. وكل اللي نكويه بنقدر ننزل بعد كده الايه لغايه لما احنا خلاص سلكناها من كل الاوعيه الدمويه، وبعدين بنربطها في كذا طريقه. يا اما بربطها بلف رباط عادي جوه، بس بنربط دلوقتي ايه بالظبط؟ بنربط الزايده الدودية اللي انا سلكتها عشان اشيلها بعد كده عن طريق المنظار. انا بربطها رابطه من البيز بتاعها وهي في الاعور قاعدتها اهي اللي هو الاعور السيكم يعني كان يقول لك الاعور زمان قال الاعور قالوا المصران الاعور الاعور عشان هي بلايندد اند يعني اللي يعني هي خلاص مش متصله بحاجه. خلاص ربطتها بكوي وبقص واستأصلتها وبعدين اطلعها من الايه من مكان الكلى. دي كان قريب منها بطنه رحم مهاجره، كان فيها بطنه رحم والله كان فيها وكانت من الم رهيب جدا التصاقات وبتاعها، فاتشالت الزايده عشان عليها البؤره بطنه الرحم المهاجره. وكذا طريقه ممكن، يا اما بنربطها ربط من البيز، يا اما بنخش بكليبس، يا اما كمان كل واحد بتخطيطه. وانا كنت عملت حتى يعني يمكن حاجه ما كتبتهاش لغايه دلوقتي باسمي، ولكن بعملها بطريقه بعد ما بسلك خالص بفضي البطن من الكربون دايوكسيد واطلعها تبقى بره الجسم واربطها بره الجسم ومن ادخل الجزء اللي اتربط وتلاقي عن البيس تماما. يعني دايما الشغل الكتير بيفرض عليك اسلوب من غير ما تشعر بقى اسلوبك في الشغل. من اتفقنا زي ما الدكتور العلامه الفظيع كارمن نزهت ما بيقول لك انك انت لما بتشتغل حالتين ثلاثه في الاسبوع بعد سنه بتلاقي انك بقى ليك ماسكه معينه، اذا كانك ماسك ريشه بتعمل بيها خريطه او بتعمل بيها رسمه معينه وانت مستمتع على ان ربنا قدر يديك هذه الموهبه، بس انت كنت بتنمي الموهبه دي دايما بدراسه وبفعل وبمجهود وبتدريب عشان تصل الى في الاخر تعمل اخراج لهذه اللوحه. ده حاله من الحالات اللي برضو تعتبر غامضه ومفاجاه ان انا ادخل الاقي بطنه رحم مهاجره قريبه من زايده دوديه بالام الزايده الدوديه باشتباه الزايده طبعا طبعا بالام والام مبرحه. وكانت البنت بتشتكي من ايه بقى هنا؟ هي او غيرها بتشتكي من الام موجوده في البنت. البنت بتتعالج على اساس انها حمى البحر المتوسط ثلاث سنين متتاليه لانها في ملقي وقيء، لان لو زايده حاده لو ما لحقناش هتنفجر، لكن بطنه الرحم عامله الالم عليها عشان كده الزايده تبقى دايما متالمه تعمل كرات الدم البيضاء مش مرتفعه، فدايما تخم الجراح او تخم الطبيب المعالج او تضله لو هو معتمد على كده فقط. عشان كده دايما
بنادي حتى لما نيجي نعمل اي جراحات بالتاكيد بالمنظار. لو الجراح عمل الزايده دي بالمنظار كان هيكتشف ان في التصاقات تانية كان هيسلكها وكان هيعمل الزايده، ولو بعدين اي نسيج يتشال من الجسم وانا شاكك انه بطانه رحم مهاجره لابد ان يروح يتعمل له هيستوباثولوجي ويتحلل، حتى لو انا متاكد بخبره ان ده 100% بطانه رحم مهاجره لابد ان انا احلله. ليه؟ اول حاجه لازم اتاكد، ثانيا انا هبقى مطمن ومريضه ما ضلش، ثالثا لو كان لا قدر الله في جزء في ابتدى يحصل تحور وسرطاني ما ضلش المريض وغمضنا عينينا على خطر بقى موجود واحنا مش واخدين بالنا. اندومتريوما وبطانه رحم مهاجره طالعه تحت الجلد وتتشخص على اثناء انها النسيج انها كيس دهني او تليف، لما بتتشال وتتبعت تحليل تيجي مع ايد المريض والمريض تفسرها له وتوريها له، انت بتبقى مطمن ومبسوط لشغلك وبتطمن مريضك اللي ممكن بعد كده الله اعلم يبقى قاعده حد يعمله ازاي، ده كان كيس دهني، مين اللي قال لك؟ طالما كل حاجه اتعملت على بيز واتعملت على تشخيص واتشخصت وتحولت الى ريبورت في الاخر انت مستريح ومطمن ومطمن مريضك. واحنا بنتكلم قلت لي معنى مهم جدا انه لازم اكون انا عيني فيها نوع من الدقه وقلبي فيه كثير من الشكوك حوالين اي شيء مهما صغر، لانه الشيء وهو صغير نقدر نسيطر عليه لما يكبر يقلب حاجه جامده جدا. قلت لنا لما ناخد مثلا في حالات واحنا بنعمل عمليه جراحيه طلعنا جزء من زي ما شفنا الزايده الدوديه لازم نوديها تتفحص والا تكون فيها اي شيء اللي بعد كده بمشاكل كبيره. طبعا كان طبيب صديق ليا بيتكلم مع الوالد الله يرحمه، يعني كان بيشيل كيس دهني غامق من منه الولد او يعني قصدي يعني الصديق ده شاف ان يعني يعمل اللي يعملها البابا يعني وبعد يحللها طلعت نوع من السرطان. يعني اقصد ما نستخفش بالامور وناخدها بموطئ الجد في كل حاجه، لان طبعا والا الامور هتبقى انت زي ما قلت كده في ممكن تشخص حد تقول ده خبيث او في خبص او تصرفاته هتبقى عامله ازاي. سسبكتد. حتى كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كان يقول لما كان حتى نخش دورات المياه كان يقول لك اعوذ بالله من الخبث والخبائث. حتى كانوا بيقولوا احيانا تفسيرها الخبث ان هو ايه الشياطين التي تلزم هذا المكان وتسكنه، والخبائث اللي هو ان السرطانات لما الواحد بيتخلص من الخلايا الموجوده دايما اخراج الجسم كانك بتتخلص من كل الحاجات اللي ممكن الخلايا الميته بسرطانات بتخلص في الجهاز الهضمي. قد ايه انك انت لما بتتخلص من المرض وعاوز تشوف، لان المريض كان دايما يقول لك ما فيه العلاقه مباشره ما بين بطانه الرحم المهاجره وسرطانات المبيض، كان ممكن احيانا بطانه الرحم المهاجره لبعض المرضى اللي تجيلهم في سن متاخر وتستمر معاهم ممكن تتحول الى سرطان، لان سرطان المبيض بيجي في الليت في الاواخر او اواخر في السن الكبيره. يعني ما بيجيش دايما في ريبرودكتيف ايج او في سن التكاثر او سن الانجابيه، فعشان كده كون ان هو يجي في سن مبكره ده يعني مش موجود ولا فيش دراسه اكدت كده، ولكن لو جه لحد كان في سن متاخر يعني قرب سن انقطاع الدوره او حتى ممكن يكون انا مش واخد بالي من المرض وبعد كده ابدا ادي ادويه هرمون الريبليسمنت ثيرابي الهرمونات التعويضيه فلاقي نفسي اذيت المريض، فلازم ابقى عارف المريض اللي كان عنده بطانه رحم مهاجره واللي ممكن يحصل له ايه، فاخد بالي من الدواء اللي ممكن بديه له، زي المريض اللي عنده تكيسات مبيضين وابقى عارف ان تكيس المبيضين انا مش بعالج عشان المريض اتخلف بس، لكن انا بعالج عشان 30% من الناس اللي عندهم تكيسات المبيضين يبقى عندهم عرضه ان يجيلهم سكر حمل، عندهم عرضه ان يجيلهم ارتفاع في ضغط الحمل وبري اكلامسيا وتشنجات في الحمل وانفصال في المشيمه، يبقى انا عارف من البدايه وانا بعالجهم من ده عشان عارف ان ممكن يحصل لهم ايه، وعندهم عرضه ب 30% عن غيرهم يحصل لهم لا قدر الله سرطان في بطانه الرحم سرطان رحم، يبقى انا بعالج تكيسات المبيضين بكل الطرق المتاحه لعلاج تكيسات المبيضين مش عشان اعدي من المرحله الضيقه فقط انها تخلف، لا انا اقول لها وبخسسها ليه وبقول ان المبيض ده نهايته ممكن مع المرض يحصل كذا، فدايما بنربط الاحداث ببعضها والعلاقات ببعضها عشان نعرف الناس ايه هو يعني ما تعرف جسمك وتعرف ايه اللي بيأذيه وبتعرف ايه اللي بيفيده
بتعرف على الاقل تعيش في جوده حياه افضل طول ما الفتره الزمنيه اللي انت عايشها تكون من غير ارهاق. ودايما برضو في النقطه ان بطانه الرحم المهاجره باللي قلناه ده كله هي بتاثر تاثير على ايه؟ على العضو، على الجسم، لكن ما تخليهاش تاثر على الصول، على الروح او على النفس. بمعنى ما تضعفش نفسيتك، او المريضه تضعف نفسيتها، او تبدا تفكر انها دخلت في دايليما مش هتخرج منها. لو هي ليها علاقه بالحمل والانجاب نقول ايه، لو ليها علاقه بالالم نقول ايه، لكن لو اتفصلت النفس عن الجسد كل منهم هيشتغل في موال لوحده، والجسد يبقى اكثر مرضا والنفس اكثر مرضا. عشان كده دايما تبقى محتاج حد تاني يصالح النفس على الجسد. فمحتاج الطبيب النفساني اللي يرجع تاني النفس يصالحها على الجسد، والا لما تضعف النفس يضعف الجسد قوي، ويبقى عنده عرضه لامراض كتيره وهزال وعدم رغبه في الحياه ورافض الاكل. الجسم النفس المريضه امرت الجسد يحصل كده، الانوركسيا نرفوزا زي الانوركسيا. فازاي انك انت بتصلحهم على حاله مرضيه؟ الانوركسيا نرفوزا ديت حاله مرضيه ممكن يصل والدليل على كده الى رفض الحياه. الناس اللي اتحرموا تماما من نعمه الانجاب تماما بس نفسيتهم سويه تلاقيه انه بيكفي اليتيم. طبعا يعني المرض ما حرموش من غريزه الامومه او الابوه، يكفي اليتيم، يروح ملجا ايتام ويصرف على الايتام من غير حتى من مش هيتبناه. يعني تلاقيها راحت تشتغل في حضانه مدرسيه تشبع من غريزه الامومه بدون ان تكون مريضه او عين حاسده او او او. قد ايه لو حافظت على الحاله النفسيه انها لا تمرض، لا يمرض الجسد، وفي نفس الوقت تبقى بعافيه نفسيه وعندها صحه مجتمعيه وطاقه ايجابيه ليها وللاخرين. لو المرض اللي سبته يصيب العضو اصاب النفس فتاكد انك يعني هالك لا محاله. دي نقطه مهمه جدا، اوعوا تنسوا الكلمه انوركسيا نرفوزا. دي حاله على فكره، يعني ده شكل من الاشكال النفسيه التي قد تؤدي الى حاله عضويه جباره جدا، فقد الوزن بشكل كبير قوي. لكن لما نرجع لعلاج بطانه الرحم المهاجره هنلاقي ان احنا مبني، يعني برضه لازم ما نيأسش طبعا، ولازم دايما كل اللي بنقدمه ده على فكره دايما الامل في ارض الالم يزرع و و و و ويبدا مش بيزرع حتى بيبدا يعني ايه يطرح او حتى يثمر في ارض الامل الالم قصدي. يعني شوف حتى الفيديو ده واحنا زي حلو قوي فيديو بالمنظار. دايما التحدي والصراع ما بين العلم والمرض ده منظار دخلنا بيه، ده الرحم اللي في ايدينا على اليمين ده اللي بنكو بيه ده اسمه الباي بولر، والباي بولر هو ما يشتغلش الا لما بين، بص خلي بالك بين سلاحين الباي بولر بين التو بليدز، يعني النسيج اللي انت بتلمسه هو بس اللي يتكوي، يعني ما يروحش يروح يفرغ في حته تانية. المونو بولر لما تكوي بيفرغ شحنته على جسم المريض كله. الباي بولر ما بين النسيج اللي انت ماسكه بالتو بولز بدول، وفي جراح يعرف يشتغل بالده وفي جراح يشتغل بالفيزنا. انت بتروح تكوي شوف من المنطقه بالكامل اللي فيها النسيج اللي فيه بطانه الرحم المهاجره. ليه؟ المريضه بتشتكي بالم شديد جدا جدا جدا، فبتعمل فالجريشن وبتغير من بيئه المرض وبتغير من وهنا اي وعاء دموي بتقدر تكويه، واي بطانه رحم مهاجره في سكتك بتقدر تكويها وتفالجريد. والمبيض ده محطوط فيه العيون السوداء اللي انت شايفها دي، ده المريضه دي كمان عندها تكيس على المبيضين. فانت بتعمل ايه بتكاس على المبيضين؟ بتخش بتعمل ما يطلق عليه التثقيب الكهربائي، اللي دايما هتلاقي انه بشكل او باخر في اعتراض وفي تداخل ما بين الاطباء وبعضهم وبعض. ما تكويش المبيض عشان ما يقللش النسيج او الريزيرف او المخزون المبيض، يتحرق المبيض، لا اعمليه. نتائج كتيره جدا بتؤيد كده ونتائج كتيره بتؤيد كده، كونتروفيرسال ان انت بتشتغل بيه بحسب رؤيتك. طول ما احنا شغالين وعلى حسب نتائجك وعارف انت في الطب حاجات كتير قوي اسمها كونتروفيرسال يا جماعه، يعني بين حوارين بين يعني مدرستين. ياما ناس كتيره جدا بالكي الكهربائي او التثقيب الكهربائي بقوه معينه بعدد معين من التثقيب على حسب النسيج المبيض وضخامته وجسمه قد ايه وعلى حسب التكيسات قد ايه، بتلاقي الدوره الشهريه بترجع تاني منتظمه لوحدها من غير اي تدخل اخر دوائي.
تنتظم الدورة الشهرية، فرصة الحمل بتبقى زايدة جدا، وانت بتعمل الكي الكهربائي للمبيضين في خلال الحالة زي كده بتستفيد المبيض انك انت المبيض ده اللي بتخش بيه بتعمل له استثارة بالقوة الكهربائية اللي دخلته، فبتلاقيه بيستعيد نشاطه من جديد وبتطلع بويضات وبيطلع. هل اللي انت لما عملت كده الجروث هرمون اللي طلع هرمون النمو بيخلي البويضات اكثر نمو اكثر كفاءة واكثر جودة؟ بطانة الرحم الطبيعية اللي اشتغلت عليها برضو كل الدراسات بتقول لو عملت سكراتش مجرد جرح خربوش صغير في بطانة الرحم بتخلي الريسبتيفيتي اعلى من قبل كده اللي هي الخربشه والنخش. عشان كده ساعات يقول لك نعمل دي اندسي، وبعض الدكاتره تقول لك ايه يعملوا روتين كرتاج. كرتاج كرتاج يعني كحت خفيف. ممكن يعملوا روتين منظار رحمي لكل الحالات اللي هتعمل حقن مجهري. يعني في بعض الناس تعمل كده بتعمله. بعيدا بقى ان احنا نناقش ان ده اخلاقي او لا اخلاقي او مادي او لا مادي، انا بتكلم على علم. يعني يقول لك ايه تعمل المنظار الرحمي لحاله تكون تستحق بالسونار انك انت شخصتها ان فيها بوليب او شاكك ان فيها اديجن التصاقات جوه، وبوليب ده اللي هو زائده كده عشان ما تحولش لكل المرضى الى منظار رحمي. وفي دراسات تقول لك لو منظار الرحمي بيتعمل لقوا ان الاستجابه او بطانه الرحم بتبقى اكثر استجابه واستعدادا لاستقبال الجنين الوافد نتيجه ان تمدد الانسجه المفاجئ ده حتى بالميه اللي بتحط في المنظار مع المنظار بتعمل ايه؟ بتفتح الانسجه دي تخلي هرمون النمو يزيد اكتر، الانتجرين يزيد اكتر، يبقى فرصه الحمل اكتر. فكل خطوه بتعملها بتبقى مقصوده وراها نتيجه. كان المنظار الرحمي يعتبر يعني محفز. محفز محفز. فدي رؤية منظار والتخلص. بعد التخلص ده وبعد الالتصاقات دي او حتى بعد التخلص من تكاثرات المبيضين اللي شفناها بمرور الكرام دلوقتي بيطلع ما يطلق عليه برضو الويندو اوف فيرتيليتي. عشان كده تلاقي ناس كتيرة عندهم التصاقات شديدة وانابيب مسدودة، ومجرد تعمل منظار يمكن انت طالع بتستعد ان تعملها حقن مجهري تحمل الست، او طالع بتقول لها في التصاقات ممكن بعد 6 شهور لو ما حصلش حمل تحمل الست. الويندو اوف فيرتيليزيشن ما لهاش توقيت محدد مع عند المراه لاخرى، ما لهاش توقيت محدد امتى تبقى اقصى تركه اقصى وقت للخصوبه. التايمنج مهم قوي والتايم مهم قوي. بص الكلمه دي الوقت والتوقيت. يعني الوقت اللي تاخد فيه القرار للعلاج والتوقيت اللي يحصل فيه امتى الحمل. يعني هتاخد القرار امتى؟ أني وقت؟ بعد سنة؟ بعد 6 شهور؟ بعد شهر؟ أدي الوقت. والتوقيت اللي يحصل فيه الحمل، هل بعد العملية مباشرة؟ هل نعمل الجاهزة بطانة الرحم مستجيبة لو ما نفعتش بيها حمل طبيعي فنعمل بيها حقن مجهري؟ التوقيت المناسب لدراسة كل جزء من الجسم ازاي، وعلى الجزء اللي انت درسته تقدر تقول للمريضة بأني شكل ممكن تتعالج. في سؤال مهم هنا. في حلقه قبل كده اتكلمنا على الليزر، النهارده اتكلمنا على الدايثيرمي البايبولر. لما شفت الليزر انبسطت جدا وسعدت بصراحه، انا بحب الليزر يعني طبعا. لما شفت الدايثيرمي برضو عجبني قوي، وفكرته جميله وبسيطه وواضح ان هو يعني برضو مؤثر طبعا جداً. طب احنا لو حطيناهم وعملنا بينهم مقارنه يعني مين فيهم له الافضليه؟ تعال نشوف مع بعض، تعال نتفرج. مقارنه مهمه. مقارنه. بص على الناحية اليمين اللي هي تبقى شمال المشاهد مش كده؟ هتبقى شمال المشاهد شمال طيب بص الناحية اليمين اللي هي شمال المشاهد ده هنا المقص المونوبولر. هي كده اليمين دي اللي فيها المقص اللي فيها المقص بيقص دي صح؟ المونوبولر اليمين دي. الشمال ده الليزر. طيب البرتقاني خلينا نقول البرتقاني. البرتقاني ده المونوبولر. المونوبولر اللي هو جاي كهرباء. جاي كهرباء. بس المونوبولر اللي هو احد القطب. والثانيه المنظار اللي هو بالليزر اللي هو عن طريق الروبوتك. اللي ماسك اللي هو عامل زي بالظبط منقار الحمامه كده. بص بسلك وباخد لير رقيقه جدا. عامل زي البطه. عامل زي شبه البطه بالظبط. بص باخد لير ازاي وبعليها البيم وبسلك ازاي؟ باخد لير رقيقه جدا. هو اسرع. وادق.
وبشيل بص ازاي اللي انا الجزء اللي عاوز اشيله والمقاس الثاني يكاد يكون في نفس التوقيت ونفس الاريا تكاد تكون هي لو حتى الليزر ادق شويه وارق شويه ولكن النتيجه في الاخر في الاثنين تكاد تكون واحده للمستخدم للواعي للاثنين وتقنيه الاثنين وعارف يستخدم دي امتى ودي امتى. قلنا يعلو الليزر عن الباي بولر ان البيم او الشعاع اللي انت عايزه بتحطه في البؤره اللي انت عايزها لمكان ضيق جدا مش عارف تحط فيه مقص. يعني انت محتاج اله تخش عشان توسع. الليزر مش محتاج الاله دي لو المكان ضيق. البيم نفسه ممكن تخش تكو بيه الشعاع ده تكو بيه تصل الى العمق تصل في الالتصاقات. قلنا البايبولر حلو جدا في وجود المياه وفي وجود الدم يعني لو في نزيف لو في مياه كتير يكوي في وجود الاثنين والليزر يكوي في وجود الاثنين. لكن الكربون دايوكسيد ليزر قلنا لما هنسرد فيما بعد ان شاء الله يعني ايه الليزر ويعني ايه المناظير ويعني ايه الفرق ما بينهم واستخدام كل واحد والتقنيه المختلفه في كل انواع او كل امراض الجهاز التناسلي للمراه ازاي بنقدر نتخلص عن طريق المناظير لكل الامراض اللي ممكن تواجهنا الى حد السرطانات كمان. حلو قوي من اجمل المقارنات بصراحه طبعاً حاجه جميله طبعاً جدا طبعاً. رؤيه العين لان دايما لما بتيجي تحكي عن امنا الغوله بتتخيلها بس انت مش عارف تشوفها والتخيل اللي عندي وعندك في الحواديت مختلف طبعا لكن لما انا وانت نشوف امنا الغوله سردت يعني قصدي سبتت في ذهننا فلما نشوف الليزر اخباره ايه او الماين بولر الناس تبقى فاهمه يعني ايه منظار ومن خلاله بنعمل ايه فده بيقرب ليهم الفكر والوعي وبيساعدهم حتى على اتخاذ القرار المناسب ليهم الملائم ان هم هل اشتغل بمنظار وابقى دي كيس واروح بعد ساعتين ثلاثة واكل واشرب والدنيا تبقى كويسة وانزل شغلي بعد ثلاث اربع ايام مثلا وخلصت ولا اعمل عملية جراحية محتاجة يومين ثلاثة في المستشفى اربعة وممكن اكتر من كده ومحتاجة زيهم اسبوع او اسبوعين في البيت ومحتاجة شهر عشان ننزل الشغل ايهما هو ده السؤال اللي فعلا العالم كله دلوقتي كده مهم جدا عنده فكرة لما ناخد القرار قرار العملية المرتبطة بالوقت جراحة لابد ثم لابد ثم لابد من وقت للتفكير ثم التفكير ثم التفكير ثم التفكير في اتخاذ اجراء جراحه فتح بطن. بقول لك لو لولا الملامه لكنت عملت جراحه القيصريه بالمنظار. لو الطفل يطلع في المنظار. لو يطلع بالمنظار. لكن هو فتحات المنظار بتبقى صغيره طبعا يعني صغننه. لكن عايز الف وادور على نقطه مهمه جدا. قول. هي نقطة بحب اشوفك كنت لا 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 انا انا يعني انا برضو يعني ايه في توافق عقلي طبعا كبير حتة ان حاجة كده سهلة لا لا اسيب يعني عندنا في مصر الحكاية دي بقت كتيرة قوي حاجة بسيطة كده يا عم ما مش مشكلة ان شاء الله تطلع كويسة حتة ان شاء الله كلمة ان شاء الله العظيمة هذه الكلمة العظيمة طبعا التي تستخدم احيانا وراها جملة تعدي جريمة يعني طبعا سيبها ان شاء الله هتطلع إن شاء سليمة وتطلع ان شاء الله كانسر استغفر الله العظيم يا رب يعني بس معلش بس طبعا بس هذه الكلمة امتى يبقى فعلا المشيئة سليمة يعني ما هي من وجهة نظر الدكتور سيد الأخرس في شغلنا الطبي مقومات الاعتماد على المشيئة الصحيحة طيب طبعا مشيئة الله أعلى من نقعد نناقشها يعني ده مشيئة الله طبعا قدر الله وما شاء فعل في كل الاشياء ولكن زي ما ربنا بيقول كده عشان ما نستخباش تحت الجمل يقول لك ايه ان الله يحب المتوكلين ولكن ما يحبش التواكل اعمل كل حاجه ولما بتعمل الشيء وانت معتقد انك بتتقي ربنا في القرار ده تاكد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب المخرج بمعنى ايه هنا انا من وجهه نظري كطبيب كل يوم في غرفة العمليات ان احيانا تسبقك يد الله فعلا بصدق في حالات كتيره جدا في التشخيص في التشخيص وفي العلاج وانت جوه يعني يعني ممكن حاله صعبه والدنيا واللي واقفين بيقول لك انها صعبه انت متمسك النسيج عشان تسلكه تلاقي ممكن يسلك بشكل او باخر اسهل مما كنت انت تتخيله او تحطه ودي اللي اتعملت في الحقن المجهري اللي في السويد في الدنمارك لما اول حاله اكزي اتعملت ما كانتش اتعملت عن عمد بالصدفه البويضه بتتمسك وتحط حواليها
غلط هو جاله نتة دخلت عامل كده راح دخلت البويضة جوه هو بيحكيها فده كانت دي يد الله بس مع مين؟ مع المجتهدين هناك دائما حظ للمجتهدين. أشكرك شكرا جزيلا على هذا الكلام والحوار العلمي الهام جدا ونستكمل ولو أننا ببقى عايز أقعد أتكلم يعني بس طبعا الوقت وهو الأخير إن شاء الله نستكمل الحوار إن شاء الله على الله الناس بس تستفيد منه كل شكر والتقدير أستاذ الدكتور سيد الأخرس استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم وجراحة المناظير والحقن المجهري المؤسس لمستشفى الأمم أحد أهم الكوادر الطبية في مصر والوطن العربي القيمة العلمية والجراحية المتميزة في مصر والوطن العربي نورتك العادة دكتورنا شكرا يا دكتور عيني.